صباح الخير للجميع. يوم جديد من أيام بين الشوطين، حلقة استثنائية، ولو أن أنا عندي هذا الحب أني أقول، ما أدري ثقة بالناس ما أدري، لكن أني أقول أن أغلب حلقاتنا استثنائية بتواصلكم وبإشادة الجمهور يعني، وهذا اللي نفتخر فيه دائما، فأنا أحب أني أقول هالمقدمة في البداية، لكن استثنائية لأن عندنا ضيوف بالإضافة إلى رواد البرنامج، ضيوف كثرة الطلب على البرنامج وعلى التنفيذيين بالبرنامج، يا جماعة نبي نشوف الكابتن فلان والكابتن فلان اللي راح تعرفونهم، لكن خلوني أرحب بالبداية برواد البرنامج محمد كرم، سام حسين، محمد إبراهيم وراشد دايح. صباحكم الله بالخير جميعا. صباحك الله بالخير. البداية مع ضيفنا الأول، وهو ما تبقى لنا من جود وكرم التاريخ الرياضي السابق في زمن الاختلاف الرياضي، تقريبا هو من الأشخاص القلائل المتفق على حبهم، ما أقدر أقول إلا شيخ المعلقين وحبيب الكل، أستاذ خالد الحروان. ويوسف صباحك الله بالخير ومنورنا في برنامج بين الشوطين. مشكور على هذه المقدمة ومشكور على هذه الضيافة، وشكرا لقادة البرنامج، وأنا مع مجموعة كبيرة الحديدة أثروا كرة القدم على يسار محمد إبراهيم، كرم، وسامة، كابتن القادسية، فبالتالي اليوم ضيفنا طبعا اللي هو الأخ المصري طبعا والزميل اللي الآن موجود معنا كابتن أحمد في طيب. كابتن أحمد وأنا سعيد جدا، ومشكورين ومشكور للمخرج اللي فوق اللي وانت وجه الدعوة، وأنا سعيد جدا. شكرا لك يا أبو يوسف، تشرف فيك يا أبو يوسف، سعيد بارك. ضيفي الآخر عرف عنه أبو يوسف، لكن لما عرف عن ضيفنا كابتن أحمد الطيب، اليوم صعب جدا أنك تقتنع بقناعة زميلك في الرياضة تحديدا، لازم أنت تكون القناعة الخاصة في هذا الرجل، اتحدت القناعات في أول دقائق يكون هناك أكثر من قناة صوتية، القناة الصوتية الأولى إذا ما عجبتك على طول تحول القناة الصوتية الأخرى، ولكن هذا الرجل يملكك ويأسرك أنك تخلي الرموت يسلطن، إذا خذينا هذا المصطلح من الفن، يسلطن، لأنه سموه عبد الوهاب التعليق. حياك الله كابتن أحمد طيب، وسعداء بوجودك ويانا في برنامج بين الشوطين. حبيبي أخوي مهر، بارك الله فيك. طبعا سعيد بتواجدي وعودتي من جديد للكويت، واحدة من الدول اللي قريبة من قلوب الجميع الحقيقة. ساعة مباركة. ده بشكل عام، أما على مستوى الرياضة فمكانتها محفوظة على مر التاريخ. على مستوى الإعلام أعتقد الرمز اللي احنا بنشرف بالتواجد معاه كابتن خالد الحربان، مكانته وقيمته وتاريخه الكبير، كل دي حاجات تشرفني وتسعدني طبعا التواجد في بين الشوطين وهذا الجمع الجميل ما بين خيرة اللاعبين والمدربين والإعلاميين، فأكيد شرف كبير لي التواجد هنا في بين الشوطين. بارك الله، وإحنا سعداء بوجودك يا أنا. بعلي صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. أسامة صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. تكلم خذ راحتك. أوكي. أبو نواف صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. أبو سالم صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. اليوم طبعا إحنا كنا متجمعين في تجمع حبي جدا، راح تشوفونه من خلال تقرير إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء أو نهاية هذه الحلقة، ما أبي أقول لكم شنو التفاصيل بتشوفونها بعينكم، لكن إحنا كنا بلفتة كريمة من الأخوان، كنا بتجمع على العشاء، تجمع جميل جدا وطيب جدا، في هذه اللفتة الكريمة من أخونا الأستاذ عادل عطلة مدير قناة كويت سبورت، كل الشكر له، وهو سباق دائما في هذه الأمور وراعي واجب دائما يا أبو عزيز. خلوني أروح إلى تقريرنا الأول. تقريرنا الأول تقليديا ضيفنا نتابع خطوة بخطوة وصول الكابتن أحمد الطيب من المطار، نشوف هذا التقرير ومن ثم لنا عودة وحديث. بدعوة شخصية من برنامج بين الشوطين، وصل المعلق الرياضي الكبير أحمد الطيب إلى الكويت، ضيف عزيز على محبيه وعشاق صوته، للالتقاء بهم عن قرب في برنامج بين الشوطين. شرف لي طبعا التواجد في الكويت من جديد، وزي ما حضرتك قلت الكويت للكل، الكويت مش لي ولا للمصريين فقط، الكويت للكل، بلد أهل وطن، شعب، مسؤولين، حكام،
لهم جميعا كل التقدير. بين الشوطين بتشرف ان انا اكون موجود في بين الشوطين النهارده. والكويت زي ما حضرتك قلت ليا فيها ذكريات جميله، ليا فيها مشوار كبير، خاصه في اكرم اشهر السنه في شهر رمضان دائما في دوره الروضان. فانا سعيد بتواجدي من جديد في الكويت، والتواجد طبعا مع جمهور الكويت الكبير المحب والعاشق للرياضه عموما وكره القدم خصوصا. راح يكون اليوم طويل شوي معاك وجوله، وطبعا مع شيخ المعلقين خالد الحربان بالتاكيد راح تكون اكيد رمز كبير للرياضه عموما، للاعلام عموما، للتعليق خصوصا. ربنا يديله الصحه وطولته العمر، ده تاريخ شايل على كتافه تاريخ كبير، خصوصا لما يكون التاريخ لبلد كبير بحجم الكويت. فذكريات الدخيل والعنبري والعنبري بقيمته وصوته الجميل، كتير من المصريين عارفين ان انا جاي النهارده، كتير منهم كتبوا لي سواء على الصفحات الخاصه بي او الاتصالات كلمه العنبري في ودنهم لغايه دلوقتي بصوت طبعا الجميل خالد الحربان. ربنا يديله الصحه يا رب وطوله العمر. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الكابتن خالد الحربان شيخ المعلقين والكابتن أحمد الطيب، الحمد لله على السلامة مرة أخرى، وأهلا وسهلا فيك كابتن أحمد، محبينك وأصدقائك كثر في الكويت. الله يسلمك أخوي مهر، وأنا بتشرف طبعا، ودار رصيد الحياة بيحمل الواحد مسؤولية كبيرة، خصوصا لما بتيجي من ناس بتعرف، في ناس بتعرف وفي ناس بتحب وفي ناس يعني متابعة، فلما بتيجي من ناس بتعرف وناس عندها رصيد من الرؤية والفهم والثقافة وعندهم تاريخ كبير، أعتقد تبقى مسؤولية كبيرة. فأنا بشرف طبعا بهذا القبول وهذا الرضا اللي نحمد ربنا عليه، ونوعدهم إن احنا قدر الإمكان بإذن الله بالاجتهاد وتوفيق ربنا نكون عند حسن الظن ليهم ولغيرهم في المجال ككل. أهلا وسهلا. أنا بس بدي أقول شغلة صارت مع الكابتن أحمد، يعني مو قدام أتكلم، هو حريص على شغلة. أذكر بكأس آسيا زين كان هو موجود هناك وانا كنت مدير منتخب، لما يجيك يسالك ما بس مو يقول لك بس تسمي التشكيله ومنو اللي بيلعب منو شنو ارقامهم، يسالك عن شغلات عن اللاعبين نفسهم، الشغل يسالك عن حتى الاحتياط من المفروض انه ينزل، من تتوقع انه يعني يعطيك اسئله، يعني يكون معلومات عن الفريق زين بهالمباراه، مو كل المباريات بهالمباراه هذه، ياخذ كل المعلومات عن الفريق. وهذه يعني شغلات احنا نشوفها في بعض المعلقين أماته ما يونهم بنفسهم، يدزون منسق يجيب لي التشكيلة أو يعتمدون على الورقة، لكن هو حريص إنه يأخذ المعلومة من صاحب الشأن. يا سلام عليك. تدري ليش؟ أكيد بيأكد الموضوع له حكاية طويلة. بداية الكابتن أحمد كانت كمساعد مدرب، وأعتقد هي اللي قادتك إلى التعليق، كنت تعرف التكتيك والتشكيلة وتسجلها صوتي صحيح؟ صحيح. بشكر كابتن أسامة طبعا، وده ما بيحصلش برضو إلا من خلال مسؤولين أو إداريين أو مشرفين على فرق أو منتخبات متعاونين وبرضو يكونوا عارفين، يعني في كتير بيكونوا مسؤولين إداريين عارفين الأسماء وبس، هو ده كل علاقته بالفريق، هي ظروفه خلته يبقى مدير أو مسؤول. لكن لما يبقى في مدير أو مسؤول وانت بتعرف أنه بيكون لعيب أو عنده خبرات سابقة، انت بتحاول قدر الإمكان تستفيد أكتر استفادة منه، وهو بكفاءته بيساعدك في هذا الأمر. فإذا كان الكابتن أسامة أو غيره، أنا بشكرهم كلهم لتعاونهم معنا كإعلاميين عموما مش بس معلقين، ده جزء من تكملة المشوار. أما موضوع اللي حضرتك قلته، أنا كنت لاعب، بطلت اللعب، لعبت في مصر في نادي السويس، طلعت احترفت سنة في النمسا، رجعت تاني بطلت عشان أبدأ في التدريب، وأنا في دورة التدريب لقونا لسه بصحتنا، خدونا نلعب تاني في نادي أسوان، وصلنا نهائي كاس مصر في ذلك الوقت. بعد كده كابتن محمود السايس رجل عظيم جدا، مدرب نادي الاهلي ومن الناس الجامده، جه درب نادي السويس عندي في المدينه بتاعتي، بدات التدريب معاه لانه ابتديت تلميذ في مدرسته لانه راجل عظيم جدا. بدري نسبيا بديت كمساعد مدرب، مش مساعد مدرب، انا بدات مدرب في قطاع البراعم والناشئين. بدري نسبيا ولا لا؟ لا لا لا، يا دوب كان عندي 31 سنه وظروف وحاجات كده خلتنا يعني. المهم يعني اقصد ان كان بيطلب مني اروح اتابع الفرق اللي هو هيلاعبها واجيب له التقرير عنها. فوانا بكتب الحاجات دي كلها كده، راح اتفرج على ماتش فبكتب فكره او جمله، فانا بكتب الجمله اسمع الجمهور يهيص، الجمهور بيهيص ليه؟ اتاري في لعبه تانية.
فقلت لا انا كده بتروح علي لعبات، وانا بيهمني بدايه اللعبه، ما بيهمنيش اللقطه لما بتيجي هدف، لان انا عايز اشوف بدايه الهدف ازاي، الفكره جت ازاي. ومش كل الماتشات بتكون مصوره او مسجله عشان تقدر تتفرج عليها. فقلت لا انا هجيب كاسيت واسجل عليها اللي انا شايفه واروح البيت افرغه عشان ما تروحش عليا لقطه او موقف. صح. بعمل الكلام ده في البيت، معايا اخويا الكبير دكتور محمد الطيب ربنا يديله الصحه، سمعني بالصدفه وانا بعمل الكلام ده، فبالصدفه معدي جنبي بيقول لي ايه ده؟ قلت له ده 1 2 3. قال لي لا ده تعليق، اللي انت بتعمله ده ينفع تعليق، ركز مع الموضوع ده هيبقى احسن لك من والى اخره. وقد يكون قد تكون دي بدايه يعني للفكره، ومن هنا بدا الموضوع يدخل فيه. اذا كلاعب تحس انك ما كنتش لاعب يعني مميز مميز ولا لاعب؟ ها لا انا كنت لاعب مجتهد جدا، ما كنتش موهوب قوي يعني، ما كنتش من اللعيبه اللي تخطف عينيك، في لعيبه وهي بتلعب كده تخطف عينيك بحركه بتكنس حلو موهبه. لا يعني انا كنت لعيب مجتهد جدا، كنت فاهم جدا في الملعب، كنت طالما سليم لازم اكون اساسي، يعني اللي كان يبعدني عن اللعب يا اصابه يا ايقاف. ده موضوع. اما في موضوع تاني عطلني كتير، اني وانا عندي 19 سنه وانا بلعب في نادي درجه تانية انا اتشطبت من اتحاد الكره المصري لمشكله مع الحكم. اه شو مسوي؟ وشطب نهائي، مش واخد 6 ماتشات ولا سنتين يعني، شطب نهائي مع الحكم، كان مشكله مع الحكم. ومع ذلك فضلت اتدرب والعب للجامعه والعب للشركات والعب باسماء مش اسمائي في سبيل ان انا العب، يعني اقصد اقول لك كل الامور اللي تخليك انا خلاص هلعب، ما انا ناوي، ما فيش حاجه تبعدني. ده الى جانب ان انا كنت في نادي درجه تانية، النادي وانا عندي 20 سنه اداني فريق تحت 18 سنه ادربه، فبقيت مدرب وانا عندي 20 سنه لفريق تحت 18 سنه. هم اداره النادي ساعتها يمكن شافوا فيا ان انا قد اكون يعني انفع للحته دي، وفي نفس الوقت مش عايزين يزعلوني، مش عايزين يرموني في الشارع بحكم ان انا اتشطبت او سيبوني. اللي سويته مع الحكم بعد ما خلصوني خافوا منك، قال خلينا نعطيك. فابتديت اكون مدرب وانا عندي 20 سنه، وفضلت اتمرن لغايه ما اتفك الشطب بتاعي بعد 5 سنين. الشطب بتاعي اتفك يوم الخميس، الجمعه كنت بلعب ضد المقاولين العرب دوري ممتاز، لان انا كنت بتمرن على طول، فالانديه متابعاني على طول. فنادي جه اشترى ورقي وانا موقوف، عارف لما تشتري عربيه ما لهاش ورق لكن جاهز كنت، عارف اللي بيشتري عربيه ما لهاش ورق الشاسيه بتاعها ملوش رقم، جم يعني على اعتبار انه شايفيننا ان احنا بنجتهد. كابتن احمد كنت تلعب نص متاخر؟ كنت بلعب نص متاخر صحيح. اي لان انت قلت جمله قلت انك انت لاعب مجتهد فكر، بما انك مجتهد فمعناته اكيد المكان ده صحيح. سلام عليك حبيبي. سلام عليك يا ابو سعد. انا بس مدرب ابي استعير الفكره اللي قالها الكابتن احمد ان كان لاعب، مش اللاعبين اللي يخطفون النظر. بسالك ابو يوسف، انت كنت لاعب من اللاعبين اللي يخطفون النظر ولا لا؟ ايضا مجتهد. لاعب مجتهد. لاعب مجتهد ايضا. لاعب مجتهد. اسال عني الاسماء اللي في الكويت، الخطيب، الدولة رشدان، اليوم اسال عني المجموعه اللي كانوا في منتخب الكويت ذاك الوقت. كنت لاعب مجتهد، لاعب مدرسه، لكن خشن بس ترى صحيح. خشن، لاعب جامد كبير، العب قلب دفاع، والقلب دفاع تحتاج الى صلابه وقوه. دربني اخو واحد، دربني سليمان الفارس، كان درب منتخب الكويت لما كان درب منتخب العسكري، ويومها ما كملت انا مع المنتخب لاني طلعت الى بعدها دراسيه في القاهره ادرس تربيه بدنيه، و وقفت توقفت على كلاعب. كلاعب ابتدى مشوارك الى طريق اخر. ويمكن من المدربين اللي لهم بصمه في حياه الكابتن خالد الحربان، وهو احد المدربين العظام والعظم لله من قبل ومن بعد، الكابتن الكبير والعلامه الفارقه في عالم التدريب الكابتن طه طوخي اللي معانا الان على الهواء مباشره في مداخله هاتفيه. كابتن طه اهلا وسهلا في برنامج بين الشوطين، وصبحك الله بالخير. اهلا وسهلا. اهلا بك حبيبي وصباح الخير، وانا لي شرف كبير ان اكون معك وبين الشوطين دائما ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. بدايه كابتن طه، الان بيوسف الكابتن خالد الحربان يقول ما كنت لاعب يخطف النظر لكن كنت لاعب مجتهد، عطنا فكره كمدرب لأشرف على كابتن خالد الحربان. والله يعني الكابتن خالد طبعا يعني ما شاء الله ما شاء الله، سواء كان لاعب كان طالب في كلية التربية الرياضية في القاهرة هنا. نعم. أنا متتبعه الحياة من زمان، ثم بقى كمعلق، وهو ما شاء الله ما شاء الله موهوب في كل حاجة بإذن الله يعني إن شاء الله.
كابتن طه، العديد من الأمور اللي تناقشنا قبل الهواء مع الكابتن أحمد طيب، مع الكابتن خالد الحربان، لك العديد من الذكريات ولك المحبة في قلوب الجميع أمانة، لكن الكابتن خالد الحربان أكيد بيتواصل وياك وعند الكثير اللي يقوله. تفضل ويوسف. دورة الخليج الأولى. الخليج الأولى هو ترى. هو طبعا أنت أشرف عليها. كنت مدرب منتخب الكويت في كأس الخليج الدورة الأولى صح؟ هنا وفزنا فيها هنا. سامعني؟ تمام. كنت مدرب منتخب الكويت في كأس الخليج في الدورة الأولى في البحرين. نعم. ولمنتخب الكويت حاز على كأس الخليج. الحمد لله. وكنت مدرب نادي النصر واستعانوا فيه الاتحاد الكويتي لكرة القدم ذاك الوقت. تمام. لا شك أن لك دور كبير ولنا لقاء معك حقيقة في لقطات قديمة الآن معك ومعنا لك أيضا بعض اللقطات اللي أنت مع المنتخب عندما حصل على كأس الخليج في الدورة الأولى في البحرين. ترى أبو يوسف الكرة عنده. ها؟ كرة دورة الخليج هذه البطولة حصلنا عليها ترى. إيه؟ عندي معلومة أن الكرة إيه؟ موجودة عندنا الحين. كابتن طه المعلومة صحيحة؟ الكرة اللي فزتوا فيها في كأس الخليج الأولى موجودة عندك؟ موجودة عند والله في الدولاب. وكابتن أحمد الطيب شافها بنفسه يعني. إيه؟ الحمد لله أحمد طيب هو اللي قال لنا. طيب الذكريات كابتن طه في هذا الوقت وفي هذا الزمان وهي الدورة الأولى، الاختلاف كثير والزمن اختلف، لكن حابين ناخذ منك ذكرياتك في هذه البطولة. والله الذكريات طبعا يعني كانت بالنسبة لنا مفاجأة. طبعا كانت مفاجأة لما الاتحاد الكويتي لكرة القدم اختارني كمدرب للمنتخب. طبعا هو كان قبل دورة الخليج كان في مباراة دولية ودية بين البحرين والكويت. في المباراة الأولى أقيمت في البحرين وكان مدرب اليوغوسلافي تاديتش، كان مدرب نادي الكويت وهو اللي راح في هذه المباراة. نعم. لما جاء رد الزيارة في الكويت فوجئت أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكان رئيسه الأستاذ أحمد السعدون يعني اختاروني أن أنا أكون مدرب لهذه المباراة، مباراة البحرين على ملعب نوية الشتوية. فبسرعة كده الشوط الأول انتهى 3-2 لصالح البحرين. بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أنا عملت تغيير بين الشوطين ولعبت لاعب يعني ما شاء الله ربنا يا رب يديله الصحة، الكابتن خلف سطام، وكان لاعب في نادي الشباب. ونادي الشباب طبعا في الوقت ده يعني كانت مفاجأة. المهم انتهى الشوط الثاني أو المباراة كلها 8-3 لصالح الكويت، يعني سجلنا 6 أهداف في الشوط الثاني. بعدها مباشرة بقى لما حصل الاجتماعات وأن في دورة خليج هتقام في مارس سنة 70 في البحرين، أيضا الاتحاد الكويتي اختارني كمدرب لهذه البطولة. وطبعا أكبر مفاجأة كانت بقى في اختيار اللاعبين اللي سافروا البحرين، اختيار الكابتن حمد محمد. وأنا أقول كابتن لأن دائما أقول لأي لاعب دربته مهما كان صغير الكابتن، وهو كان في الوقت ده عنده 16 سنة، وكانت مفاجأة للجميع. والحمد لله كان الاختيار ده يعني أنا اللي اخترته لأني كنت بتابع كل الأندية في الوقت ده سواء ناشئين أو شباب أو الفريق الأول. وبحمد ربنا سبحانه وتعالى هو ما لعبش طبعا المباريات اللي كانت في البحرين، إنما بعد كده في برضه سافرت أنا مع الكابتن خالد الحربان في بطولة الشباب في اليابان، وكان حمد محمد جاء بد نبوغه يعني في هذه البطولة. أنا في حاجة عايز أقولها بعد 46 سنة يعني أول مرة أقولها الحقيقة، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم للأستاذ خالد الحربان أبو يوسف، إن طبعا في كل مباراة بكسبها كان بيقول اسم كبير قوي، طوخي المدرب المصري صغير في السن. ففوجئت بعد سنتين نادي الهلال السعودي وكان رئيسه المغفور له بإذن الله الأمير عبد الله بن ناصر بن عبد العزيز، حكى لي القصة دي. قال لي أنا كنت راكب السيارة لأن ما كانش فيه تلفزيون طبعا في الوقت اللي بينقل المباريات. يعني أبو يوسف كان طبعا في إذاعة الكويتية. قال لي أنا من كنت ما سمعت المذيع أستاذ خالد الحربان قلت لازم أجيب طه طوخي مدرب لنادي الهلال الفريق الأول، وده حصل سنة 73 بعد ما تركت يعني الكويت. الحقيقة أنا بقولها بعد 46 سنة إن الفضل لله ثم الأستاذ خالد الحربان أبو يوسف حبيبي من كتر ما اتكلم عني، وخاصة أيضا في دورة الشباب اللي في طوكيو، وأفكره بمباراة كنا بنلاعب إيران
وكان الحكم من الصين وسجلنا هدف 1000000% مش 100% والحكم الصيني ما حسبوش. فابو خالد قال له حرام يا حكم انت صيني مكسر، يعني طبعا باللهجه المصريه لانه درس في مصر يعني. وسمعنا الشريط ده واحنا راجعين من المباراه، والحمد لله وصلنا للمباراه قبل النهائي، وطبعا انسحبنا لان كان المفروض نلاعب العدو الاسرائيلي. فطبعا صدر قرار وجبنا طياره خاصه مع الاستاذ احمد السعدون ورجعنا على الكوره. كابتن طه يعني شرفنا في هذا الاتصال. كابتن احمد اذا حاب تقول شيء. دكتور طه صباح الخير يا دكتور، وحشنا كثير. صباح النور احمد، اهلا بك. ورصيدك ومكانتك ما شاء الله في الخليج وفي مصر. بالمناسبه دكتور طه لغايه دلوقتي ما شاء الله محاضر للاتحاد المصري لكره القدم في الدورات التدريبيه لمناطق كره القدم، وما شاء الله عنده تحديث لكل حاجه، بيتعامل معاك كما لو كان هو مدرب بتاع النهارده مش بتاع 46 سنه فاتت. فدي حاجه من الحاجات اللي بتشرفنا. ذكريات وانا في قناه الكاس بعمل برنامج اسمه صائد البطولات للي خدوا كؤوس الخليج وكاس اسيا، فروحت بعمل اللقاء مع الدكتور طه في مصر، فاخترنا ان احنا نعمل اللقاء وذكرياته عن الكويت ونجومها في الهرم. فروحنا الاهرامات فقلنا فرصه نركب الحصان ونعمل اللقاء واحنا على الحصان. فاجئني بانه جاب الكوره اللي اتلعب بيها المباراه النهائيه لكاس الخليج سنه 70، وعملنا اللقاء ساعتها على الحصان. قال لي على الحصان ما شاء الله. والصوره معانا والكوره معانا. قال لي انت يعني رغم ان انا كنت في البوليس زمان، هو قال لي لكن خلتني اركب الحصان وانا عمري 74 سنه. ربنا يديله الصحه وطول العمر، من الناس الجميله العظيمه اللي بنتشرف بيها. دكتور شرفتنا في هذا الاتصال وشكرا لمداخلتك في برنامج بين الشوطين، نتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله ودائما تكون معنا في مناسبات اخرى. شكرا دكتور. بإذن الله بإذن الله يكون زيارة ونلتقي في مناسبات أخرى. تقريرنا القادم عن المدارس المختلفة والمتنوعة في التعليق، بعد التقرير أكيد لدينا حديث ونقاش. يعتبر التعليق الرياضي فنا بمعنى الكلمة وله أبجديات الفنية، فالمعلق يجب أن يتميز من مجموعة من الصفات ليحوز على الإعجاب والتقدير والوصول إلى قلوب المشاهدين كافة، كالثقافة الرياضية الواسعة والاطلاع المستمر، بالإضافة إلى التماشي مع المباراة دون شعور وإحساس المتابع بالملل. ورغم أخطاء المعلقين وطرائف التعليق فلا يمكن الاستغناء عن أصواتهم، وكم من معلق تعلق بأصواتهم الجمهور حتى باتوا أشهر من لاعبي كرة القدم. ومن منا يستطيع أن ينسى محمد لطيف شيخ المعلقين المصريين بصوته وخفة دمه الذي استمر لفترات طويلة وأسس مدرسة في التعليق الرياضي ليسير على نهجها الكثيرون فيما بعد. ويعتبر لطيف أول من أدخل التعليق على كرة القدم بالتلفزيون، وكان قد أذاع مباراة كأس العالم عام 1964. وعلى المستوى المحلي والخليجي يبرز اسم العملاق خالد الحربان الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التاريخ الرياضي الكويتي وعلامة شامخة في تاريخ الإعلام الرياضي في منطقة الخليج والوطن العربي، وهو من أتحف الجميع بتعليقاته المميزة والألقاب التي أطلقها على نجوم العصر الذهبي التي ما زالت محفورة في ذاكرة كل الرياضيين، سيما النهج الخاص فيه والذي تأثر وسار على دربه الكثيرون، بخاصة أنه أجاد استخدام اللهجة الكويتية وصعد بسرعة البرق، فقد أحبه الناس والجمهور لعفويته في التعليق والكلام المباشر الذي يخاطب به المشاهدين والمستمعين. وفي 20 سنة الأخيرة مر التعليق الرياضي في الوطن العربي بالعديد من المدارس المتنوعة وزاد عدد المعلقين، ومن الأسماء التي فرضت نفسها خلال تلك الفترة المعلق المصري الشهير أحمد الطيب الذي أطلق عليه البعض لقب فيلسوف التعليق نظرا للمزيج الرائع الذي قام به بين التعليق والتحليل الفني، بخاصة وأنه كان أحد لاعبي الكرة المصرية وارتبط اسمه بأكثر من محطة وقناة تلفزيونية فضائية. كما يتميز الطيب بالحماس والحضور الكبير طوال المباراة، ومن المذيعين القلائل الذين يتمتعون بالموسوعة الرياضية بجانب أن له بعض المصطلحات الخاصة به. وبدون شك فإن التعليق أصبح عنصرا أساسيا لكل مباراة كرة القدم، ولن يستطيع أحد المتابعة بدونه، ومن لا يستطيعون مشاهدة المباريات يلجؤون للراديو للاستماع إلى صوت التعليق.
جالس مع هذا الملا قاعد يبعد جميل يعني بعد منو بعد منو جول 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 احمد جول جول فوت كلهم قاعد جول الله 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 يا فتح الله ما باجي لدز يفوت لي انا بعد الله فوت الجولجي فوت الدفاع وحطوا في الجول وقال لهم اخذ الجولجي واخذ الدفاع إذن مدارس متنوعة للتعليق قد يختلف البعض قد يتفق لكن الآن الوعي الرياضي ازداد الأذواق والذائق اختلفت يعني أمور كثيرة قد يكون التعليق جزء من أجزاء الاختلاف أبي أخذ بس نقطة أنت مع الكابتن طه طوخي شنو قلت عن الصيني؟ شنو تكسر الصيني؟ كسر الصين انكسر انكسر انت لك وايد مع الصينيين والكوريين يقولون قبل تقول الاسم مره واحده بالله وبعدين يتغير الاسماء من الفلاحين هذه في بطوله كانت في ايران ايام الله يطولنا في عمره الشيخ كان سفيرنا الشيخ ناصر محمد الحريري كان سفيرنا كنا نلعب بطوله منتخب الكويت ومنتخب ايران ومعنا المنتخب الثالث أعتقد يمكن المنتخب غير الصين فنلعب مباراتين تمام وما كان مع التلفزيون إلا أنا فقرر التلفزيون يذيع المباراتين فمن الصعب أني أنا أذيع مباراتين بيوم واحد يعني واحدة ولا الثانية فقالوا أن المباراة الأولى بين الصين وبين المنتخب الثالث موجود علق هنت الحربان وانا علق بعد واعلق الثاني اللي بين الكويت وفريق اخر طيب لا يمكن اني اقدر احفظ لاعبين الصينيين فقص ايدي اذا احد عرف لاعب اسمه الصيني فتشين بو سين وا ها فبالتالي يعني اللاعبين الصينيين ولا اسم واحد من الاسماء الى انتهت المباراه فسالني الشيخ ناصر قال الحربان ما شاء الله عليك حافظهم الصيني ما طلع اسم واحد صح صح لا هذه مواقف ويوسف انا شدني كلام دكتور طه الطوخي يقول بعد 48 سنه خال الحربان لا فضل عليه اي احنا شو نقول عنك الله يخليك اي والله يعني احنا انا واحد من الناس ما ادري انت وياي ولا لا لا يعني محظوظ يعني محظوظين انا كلاعب ان في مبارياتنا كلها اغلبيه مبارياتنا يعلق علينا خالد الحربان سواء كان من المنتخب او ان كانت ايضا بالانديه تعليق احنا قبل نخلص المباراه نروح نتابع سيده شقال الحربان لا في شغله بس الحربان. في شغله ابو يوسف اذكر بعد الغزو زين طلعنا معسكر ابو يوسف كان معانا اثناء المعسكر وكان ابو يوسف يمكن سنه او سنتين مو معلق الغزو ماشي مو معلق فاذكر كنا احنا بالتدريب شوف يعني شوف الحرص يعني هو خالد الحربان وتاريخ يقعد يتمرن يقعد تذكر ابو يوسف يتدرب هو يتدرب يتمرن يحط له ميكروفون وشو يتدرب عشان لما تيجي مباراتنا لان كنا بعدين بنطلع من لندن بنروح اعتقد ماليزيا عندنا تصفيات برشلونه او الهند كنا زين فقاعد يتمرن بالمعسكر مو احنا قاعد نتمرن بالملعب مثل بروفا يسوي ما شاء الله عليه يعني قاعد نقول له ابو يوسف ليش قال كان يقول انا لان من زمان مو معلق لان صار الغزو فتره طويله فقال انا من زمان مو معلق فلازم اتدرب لان التعليق يبي له على طول تدريب هذه خوش كيو اعطيتني انت مهم راح اسال عنه الكابتن خالد الحروان بس ابي محمد كرم اللي قاله محمد ابراهيم صحيح الكل كان ينتظر شنو كان يقول خالد الحربان شنو لقب خالد الحربان فلان او لقب فلان انا طبعا انا قبل لا اتكلم بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم اول شيء على مداخله واشكر استاذ احمد طيب على مداخله دكتور طه الطوخي طبعا الحين صار دكتور اول نقول كابتن طه الطوخي يستاهل الحين قال لنا احمد ذكرنا طه الطوخي وانا اعتقد ان هذا هالمداخله هذه صدق احنا تشرفنا في كل شيء لكن انا اعتقد نفسيا وايد زينه حق كابتن طه الطوخي امانه نفسيا واتمنى من المسؤولين اللي على الرياضه طبعا خاصه غدام ابو يوسف ما دام موجود ان تدعونها هي الكويت هذه يعني دعوه زياره للكويت لو مدته اسبوعين يقعد اسبوع يقعد بالكويت يعني من باب الوفاء يعني من باب الوفاء لهالرجل هذا امانه احنا صغار خلي يدعونا حق دوره الخليج ان شاء الله الحين تغررت شهر 12
ان شاء الله والله هذا راح يصير اقتراح وارد ان شاء الله اذا صارت بس اقتراحات وارده اقتراحات وارده اي انا اقول يعني المهم يعني انا اعتقد ان نفسيا نفسيا وايد زينه حقه هو حق الكابتن طه ومشكور الكابتن طه على المداخله وتشرفنا فيها المداخله اما بالنسبه لخالد الحربان طبعا يعني احنا شهادتنا في مجروح امانه يمكن احنا جزء من نجوميتنا الفضل فيها لاستاذنا الكبير ابو يوسف ما لقب شيء لقبني يوم صرت مدرب قال لي كرماني بس لا عاد ما قال لي شيء لا انا عندي حادثه مع خالد الحربان كنا في نلعب بغداد تصفيات الاولمبيات المهم اللي فزنا فيها كانوا غالبين الجيم الاول 2-0 وبعدين صارت النتيجه 3-2 وين قاعدين يعني نقول بالملعب قاعد تعلقهم بالملعب حاطينهم كراسي على واحنا طالعين وانتهت المباراه 3-2 المهم واحنا طالعين مرينا على خالد الحربان مبارك له هذا كان يفسخ ساعته ويعطيني اياها الله يقول فسخ ساعته اللابسه واعطاني اياها قال تستاهل قال خوش مباراه لعبت كنت ما خذيت انت خذيت بس ما ادري وين راحت خوش اول كله وستند وهذه اول مره اشوف ساعه عندي ترحيب من الكابتن عادل عقله مدير الكره في نادي الكويت بالكابتن احمد طيب والكابتن خالد الحربان ويصبح عليكم بالخير ويقول الكابتن احمد شرفنا بالكويت ويصبح عليك بالخير يا ابو يوسف كابتن احمد الان تقريرنا يتكلم عن تنوع المدارس التعليق مدارس التعليق في معلقين قيل هالكلام قيل ان في معلقين يبحث عن ردة الفعل على مصلحة المباراة يعني هو يبحث عن ردة الفعل الشخصية وليس ردة الفعل على تعليقه وفي ايضا قيل ان لازم المعلق يكون واصف فقط للمباراة انت طبعا الكلام كثير لكن يشدني هالرأيين لكن الاراء كثيرة انت وين تروح الى اي رأي بص حضرتك زمان كانت المتابعة للاعبين والفرق مش كبيرة زي دلوقتي صحيح. زي ما قلنا العالم أصبح قرية صغيرة يعني أنت والتليفون الصغير في إيدك تتفرج على أي مباراة تلعبت في أي وقت وتشوف أهدافها دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض عارفين أتلتيكو مدريد عملية مع بايرن ميونخ صحيح ومعظمنا ما شافش الماتش وعرفنا التفاصيل الهدف بيجي بعد دقيقة بتشوفه معك إذن أصبحت في تفاصيل المشاهد العادي اصبح عارفها كان زمان لما انت تدور وتجيب ان اللعيب ده عنده 30 سنه ولعب في 3 انديه وبينام بدري ولا مش عارف بيروح الشغل فين كنت بتبقى ده شيء جميل دلوقتي خلاص الحاجات دي كلها اتعرفت اذا لما تقعد تحكي في حاجات الناس عارفينها اصبح الموضوع مش جميل ايه هو اللي سيبقى جميل على مر التاريخ من بدايتها الى نهايتها هي تفاصيل المباراه نفسها هي اللي دايما جديده صح لان انا قلت قبل كده ان المباراه عن مباراة زي بصمة الصباع ما في مباراة زي التانية فإذا المعلق بقي مع المباراة وأحدثها على مستوى التكتيك وعلى مستوى ما يحدث فيها من تصرفات هيفضل دايما هو جديد للناس لأنه بيجيب حدث جديد بلقطة جديدة بشكل جديد فإذا ما كانش المعلق يعرف التفاصيل بتاعة اللعبة وما يدور فيها مع الوقت مش هيكون زي ما المفروض يكون في ناس كتير بتحب الصوت العالي في ناس بتحب الصوت الواطي في ناس تحب تجيب تفاصيل اللاعبين في ناس تتكلم عن التاريخ لعبوا 100 مباراه ده فاز 20 ده فاز 13 ده سجل 20 هدف المشاهد عايز يعرف ده هيجيب جون ولا مش هيجيب جون هو كسبان ولا خسران عايز يعرف اللعيب ده النهارده كويس ولا مش كويس هو ده دورك ان انت تقوله له دلوقتي كابتن عندي سؤال لك انا بس اتفضل الحين مثلا انت قاعد تعلق على المباراه الرتم مالها بطيء ومو حاميه يعني ما تشد المشاهد تقدر ترفع الرتم انت مالها يا سلام عليك هو انا مش يعني هذا السؤال هو دور المعلق ان يرفع الرتم اذا كان الرتم بطيء يرفع الرتم ويجمل المباراه يعني في نسبه مثلا تقول والله اقدر ارفعها 50% اصليه مش عروسه انا احط لها مكياج عشان تتجوز في ناس يحاولون يسوون كذي في معلقين في معلقين يعاملونها كعروس يحاول يجملها انا مالي اصل بص حضرتك الماتش الحلو المنهج يبقى الماتش الحلو حلو الماتش الوحش عندي انا حلو تمام ليه حلو لان انا عرفت الحلو عشان شفت الوحش ولا كانت الدنيا كلها تبقى حلوه ما انا مش كلنا هنبص في المرايه نلاقي نفسنا حسين فهمي لا في وقت هتلاقي نفسك حد تاني محمد كرم انا اقصد ايه انا اقصد ايه اقصد اني المباراه لما بتتلعب المفروض ان انت تعرف اللي بيحصل فيها وتقوله طب افرض المباراه بطيئه اقول مباراه بطيئه وممله لا انا اقول هي بطيئه ليه اقول بطيئه ترسل المعلومه اقول ان في تكتيك خلى المباراه بطيئه تمام هو ده ما دي برضو فكره تخلي اللي بيتفرج يعيش معاك رغم ان المباراه بطيئه مباراه مخنوقه ما فيهاش فرص طب هي ما فيهاش فرص ليه عشان في مدافعين عظماء
عشان في مدرب عمل خطة تمنع ان حد يروح على مرماه. هو ده مش عمل عظيم في اللعبة؟ طب ما ندي المدرب حقه، ودي اللعيبة اللي بتجتهد حقها. اقول لحضرتك حاجة، في مشكلة عندنا قلتها قبل كده وهقولها تاني وهفضل اقولها مدى الحياة. المباراة 90 دقيقة صح؟ صحيح. اللعب الفعلي 50 دقيقة او 45 دقيقة صح؟ صح. اللعب الفعلي صح. اللي بينزلوا الملعب 28 لعيب مش 22، بثلاثة وثلاثة احتياطي بقوا ستة، والاثنين وعشرين 28. تمام. لو قسمت الخمسين دقيقة على 28 لاعب بالدقائق هتلاقي كل لعيب يلمس الكرة دي أو نص أو دقيقتين ونص أو دقيقتين إلا ربع. أوكي. صح؟ أوكي. المباراة 90 دقيقة أنت بتلمس الكرة دي أو نص أو دقيقتين، يعني عندك 88 دقيقة أنت الكرة مش معاك. إحنا في الوطن العربي شغالين على الدقيقتين، شوت بطن رجلك، العب بطن رجلك، استلم بوش رجلك، خد على صدرك، العب بدماغك، يا أخي دول دقيقتين. لكن في 88 دقيقة هم اللي محتاجين العمل الأعظم، والكرة مع فريقك بس مش في رجلك أنت بتعمل إيه، والكرة مع المنافس وهي مش معك أنت بتعمل إيه. زين هذا دور اللي داخل الملعب. أنت لا دي أنت كمعلق. سيبني أكملك. هاي قراءة. سيبني أكمل. أوكي القراءة، بس أنا قصدي أنت إلى أي آراء تروح؟ الرأي اللي شي يقول واصف، تكون واصف. أصلي واصف، أنا مش أقول لك أنت عندك 180 سنتي ووزنك 30 كيلو ده هو ده الوصف؟ لا. الوصف اللي أنا لازم أعرف التفاصيل. الوصف هو اللي يخلي الانجليز نادي الارسنال لما بيخسر بالثلاثه على ملعبه اللعيبه بتروح تاخد ايد بعض وتشجع الجمهور وهم خسرين ثلاثه والجمهور يسقف لهم. ليه؟ لان الجمهور فاهم ان اللعيبه دي اجتهدت وتعبت، لكن عارف ان في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق، او عارف ان اللي قدامك النهارده احسن منك لكن انت اجتهدت. يبقى احنا لازم نوصل للجمهور ان الفريق ده اجتهد بس خسر، فالجمهور ما يطلعش يشتم في مدرب ولا يشتم في لعيب، يقول لك لا هي كرة القدم. مشاهد شوف تمام. كابتن احمد طيب ترى عنده قبول، انا اقول هي عنده قبول. صحيح. مو بالخليج ولا عندنا ولا بقطر، عنده قبول بالوطن العربي بشكل كبير. يمكن انا واحد من الناس يعني حتى في دورات الخليج كنت احد مرات ان المدرب عنده برنامج يسمونه تكتيك، يعني وصف المباراة او تعليق المباراة انت تستفيد منه بتعليقه، لان عنده قراءه بعد فنيه كونه لاعب كونه مدرب كونه صحيح. مساعد كونه ايضا معلق. بالتالي برنامج تكتيك كنا بالمنتخب يوم الثاني يحطونه، كنت انا احد المتابعين بشكل بدقه بالتفاصيل، لانه فعلا يقنعك بالامور اللي انت تستفيد منها القراءه الفنيه. لذلك اعتقد عندك قبول بشكل كبير. شرفك. يعني انا من الناس اللي اتابع، يعني كنا باسبوع من اسبوع كنت مع الاعلام الكبير محمد المسند بندي بالصحة، وكنا قاعد نتابع مباراة قاعد نتكلم عن المعلق، قال حاليا اللي يوصل لك المعلومة أو اللي أنت تلحقه المعلق الكابتن أحمد طيب. وهذا شهادة. كابتن أحمد طيب يعني ترى الجمهور الكويتي ذويق، والجمهور الكويتي لا يقتنع بأقل مستوى أحمد الطيب، لأن تعودنا وتخرجنا من مدرسة خالد يوسف الحربان. بيوسف اللي قال الكابتن أحمد طيب مهم. الآن في مدارس كثيرة، في مدارس اللاتينية اللي هي الصوت العالي، في المدارس الإنجليزية الرتم البطيء، لكن في مدارس أيضا العفوية والتلقائية. في أي المدارس تشوف البداية كانت ويا خالد يوسف الحربان؟ لا شوف طبعا احنا خلنا خذها على مع خالد الحربان ضمن الجمهور الكويتي كمعلق كويتي. كمعلق كويتي الجمهور الكويتي يحب الحماس، يحب الكرة، يعني ما يحب الكرة الهادية، يعني ما يعني انت لو تعطيه تعليق الهادي يسكر التلفزيون ما يسمع. صح. يبي الحماس، يبي الصوت العالي، ويبي كيف انفعال واعطاء الاوصاف. فبالتالي هذا الجمهور تعود اللي يحب الكره واللي ما يحب الكره. اذا انت بتعلق لجمهور يفهم الكره طبعا جمهور اخر، إذا أنت تعلق بجمهور عام اللي يفهم الكرة واللي ما يفهم الكرة فهذا أنت لازم الشدة، لازم في إمكانيات أنت بتتعامل مع الجمهور بهذه الطريقة. وهذا يمكن اللي أنا أكثر قربني للجمهور ووصلني للجمهور، يعني في أشياء كثيرة يعني اللاعبين، تسمية اللاعبين، أوصافهم، لقب، ألقابهم، شيء كلها يعني وثي. ترى هذا مو تي من فراغ بعد، لازم يعني مثلا انا بعلق مباراه العراق والكويت كاس الخليج لما وصلنا مباراه التعادل المباراه الاخيره وهنلعب مباراه فاصله بين العراق والكويت مباراه فاصله، فطبعا الجمهور هنا والتعليق هنا يختلف
لأن كل الجمهور اللي جاي سواء كان عراقي أو كويتي يبي يشوف مباراة منتهية خالصة. فبالتالي أنت تكون من بداية المباراة من إطلاق صفارة الحكم أنت على التوب لمن ينتهي صفارة الحكم لمن يطلعون الفريقين من الملعب. يعني ما في هدوء في المباراة لأن ما في لا في هدوء للاعبين، اللاعبين جايين للمباراة النهائية والتحكيم والجمهور وكل شيء. فهذا طبعا يوسف نعم بعد إذنك أنت ما شاء الله عليك عندك حس بالنتيجة أو أنت ساحر هذا بيقول عطها باص مني ودها مني يبها تصوب يعني حتى هذه هذه لا أخي محمد مو كذي لا هو لا شك إن أنا مثل أعتقد تحضر تدريبات طبعا أنت قلتها طبعًا قبل أنا ساحر أنا أبي خطتي لا لا بالعكس أشوف أنا يمكن كان الله يرحمك تواجدي مع الشهيد فهد الأحمد كنت أحرص يعرفون لعيب منتخب الكويت إيه حضور تدريب تدريب أحضره الخطة اللي يقولها المدرب حق اللاعبين وزقالو أو غيره أحضر معهم الغرفة وأسمع علشان أفهم شو يقول لهم لما أروح الملعب عندي حصيلة من أشياء توجه المنتخب شلون راح يلعب كذا فبالتالي أستطيع أني أقدر أكون جملة تفيد المشاهد تفيد الاستفادة. راشد تفضل. أنا آسف طولت عليك راشد. لا 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 ما طولت. كان أخوي أسامة. لازم بعد لازم تكون بيدنا أسامة أسامة. لا كانوا موجودين. بس أنت ترى تعطيها من تحت مدفونة. أنتوا لازم تكون بيدنا تساعدونا يعني. لا أكيد. وضيفنا الكابتن أحمد. لا دام بسالم موجود أنا الدقيقة مالتي حق بسالم. لا تأخذ دقيقة تأخذ. تفضل بسالم. حقيقة يعني إحنا تشرفنا بوجود أبو يوسف وطبعا الكابتن أحمد الطيب. الله يحفظك. طبعا ابو يوسف طول عمرنا احنا واحنا صغار واحنا يعني انا واحد من الناس اول ما لعبت ابو يوسف وايد رفعني فوق يعني حقيقه حتى واحد من اخواني يقول لي ترى انت الحين الناس يعرفونك لان الحربان مدحك الله اي والله طبعا الاخ احمد الطيب يعني حقيقه انا من معجبين في خلال ادائه لكن اعجابك وين بالضبط اعجابي في مرات في دكتاتوريته او خطير الكلمه هذه بالفعل انت دكتاتور يعني اشرحها اول جد والله اشرح كابتن انت دكتاتور في خصوصيتي لا في برنامجك انت دكتاتور لا خالص اي برنامج تقصد لا لا لا. تكتك دكتور يعني كابتن احمد يعني انا شفتك بال بسالم انا اكون وياكم بصوره برنامج تكتيك تكتيك نعم انت قصدك على الفيديو اللي مع فهد الهريفي صح اي نعم يعني مباشره اي نعم تفضل كابتن احمد تفضلي هو كفايه كلمه فهد الهريفي خلاص الدنيا تعرفت فهد الهريفي نجم جميل حبيته وهو بيلعب نعم بس ما حبيته ما يلعب وحبيته بعد ما لعب ومشكورين الاخوه الاعزاء في قناه الكاس سيد عيسى الهتمي والمسؤولين ادوني مساحه اتشرف بيها ان انا اختار ضيفي في برنامج تكتيك بما يتناسب مع الفكره المطلوبه ان احنا نوصل لنقطه معينه من الرؤيه والعمق التكتيكي في التكتيك فانا اللي اخترت الكابتن فهد الهريف ان يكون ضيفي في كاس الخليج اللي كانت في السعوديه نعم بناء على ان انا شفته في مواقف فقلت يعني جت دور يعني على المرحله دي او المنطقه دي لما بدانا البطوله واول مباراه كانت التعادل ما بين قطر والسعوديه فالكابتن فهد الهريفي انا بجسه برضه بشوفه انا مش صاحبي هو يعني بس انا بشوفه وانا بعرف اشوف اللي قدامي كده بعض الحاجات اعرف هو رايح فين عشان نوصل مع بعض لافضل اداء نأديه لخدمه البرنامج والمشاهد ما ده دوري بعيد عن عواطفي او ارائي الشخصيه لا في حاجات تخص المجتمع نفسه اللي احنا فيه فلقيت الكابتن فهد من البدايه من وجهه نظري انا ان في تحامل على مدرب السعوديه وتحامل على بعض اللاعبين في الملعب بس كنت قاسي عليه لا ما كنتش قاسي لما تكرر الموضوع كان يجب ان يبقى في وقفه بما لا تقلل من قيمته ولا تقلل من قيمه الحوار الاعلامي نفسه لان احنا ما بنمثلش نفسنا احنا ضيوف على كل واحد في بيته ده. فانا مش داخل بيتك عشان خاطر اضايقك او انرفزك او اوترك او نوصل لمرحله مش كويس ان ابنك يتفرج على حد او لفظ او كلمه او حوار بفضل الله الامور ما توصلش للمرحله دي فلما لقيت مع الوقت الكابتن فهد هو اعتقد بحكم النصر والهلال اني انا هلالي وزعلان منه وعايز كذا انت هلالي هو اعتقد ان انت هلالي هو اعتقد كده إيه؟ وراح قال من ورايا
لمسؤولين القناة أحمد الطيب ده هلالي وهو قاصد يعمل فيها كده عشان النصر. أنا لقيت إن هو بعد ما أشاد بجمال بالماضي مدرب منتخب قطر اللي تعادل قال ده مدرب عظيم، وقال على المدرب اللي ماسك منتخب السعودية ودانا في داهية. قال جمال بالماضي داهية والمدرب المنتخب السعودية ودانا في داهية. ابن عمي يعني. أنا شايف الكلام فيه تناقض. المدرب اللي ودينا في داهية معناه أن مدرب وحش خلى الأداء وحش، فالفريق اللي يتعادل مع فريق أداء وحش ده مش داهية، ده عادي. نعم صح. لو ودك في داهية كنت خسرت 5-6، لكن انت تعادلت وقلت على الثاني اجاد. فانا حسيت ساعتها ان في تحامل على مدرب المنتخب السعودي، وانا ما بحبش حد يتحامل على حد، لا مدرب ولا لاعب في لعبه كره القدم. صح. لان دي لعبه الكره مدوره مش مربعه، عماله تعمل كده، وفي لحظه بدل ما في العارضه وجوه تيجي في العارضه وبره، مصير مجتمع بيروح. فحرام الناس اللي بتتعب نكون قاسيين عليها. وانا بقولها بكلمتين وانا قاعد في التكييف، وده تعبه وشقاه ومستقبله. الشق الثاني والسؤال، مش عايز اقول كلمه اكل عيشه. كابتن احمد كنت قاسي؟ ما كنتش قاسي خالص. مع الوقت والتكرار لقيت ان في وجهه نظر، يعني بعض الكلمات شويه تخص لعيبه الهلال اللي جوه المنتخب، فابتديت احس ان في نوع من التحامل شويه من وجهه نظري، فابتديت اتكلم معاه. لقيت برضو الكابتن مصر، فقلت له كابتن بعد اذنك بلاش، كابتن بعد اذنك بلاش. هو ما عجبوش حواري على اعتبار شاف ان انا بصده عن ان هو يقول رايي. قلت له لا، الراي مش في السكه دي، الراي 1-2-3. ولغايه ما وصلنا لمرحله ان هو نفسه اقتنع، حتى انه لما كمل البرنامج في اخر حلقه كان سعيد بالبرنامج ككل والحلقه. وانا قلت له، قلت له انت انسان جميل وكنت لاعب جميل، بس محتاجين مع الوقت حاجه صغيره ليك وليا وللكل، ان احنا نزداد ثقافه، ان احنا ناخد دورات تدريب عشان نكلم الناس من منطق وقاعده علم، مش قاعده مجرد ان انا لعبت فكان المفروض يحطها بوش رجله ولا بطن رجله. مش هي دي الكوره. الكوره ان انا وصلت عشان احطها بوش رجله ولا بطن رجله ازاي، ومين اللي وصلني هنا. عايزين نعرف الناس الحته دي. لكن هو جميل ومحترم. بعد الفيديو اللي شفناه كابتن احمد، بعد الفيديو حصل شيء من النقاش بعد الفيديو تحت الهواء؟ نقاش كملت النقاش؟ لا لا خالص خالص. اتكلم عن النقاش الرياضي. انت قلت انا مدرب وايضا مقدم، فهو هو بيقول لي انت مقدم ولا محلل؟ قلت له انا الاثنين. اي نعم. دي مش معناها ديكتاتوريه، لان هي الموضوع كده. انا بقدم البرنامج. هو انا ليه بقدم البرنامج واسمه تكتيك؟ عشان في خصوصيه تخصني شويه لازم اكون حاططها. أيوة. والا اروح اعمل اي برنامج مسابقات تمام وحاجات ترفيهيه تمام. بعد كده كان معايا في استراليا وقعدنا مع بعض في كاس الاسيا، وجميل وحبيبي الغالي. غيرت نظرتك عن دكتاتوريه احمد طيب؟ بالعكس، انا متاكد انه هو مو دكتاتور، بس حبيت يوضح للناس. حبيبي يعني حبيبي هذا الحس انت راح تصير مقدم برامج ترى على فكره، هذا الحس الاعلامي. تعال قاعد مكاني شوف. شرف والله، تشرف مكان. خلونا نطلع فاصل ومن ثم نواصل معاكم في بين الشوطين. صوتك يناديني يا أبو يوسف. أنا أشكر المخرج الحريري على اللقطات هذه وعلى الشغلات اللي حاطها هذه، ومشكور. تستاهلك بارك الله فيك. تستاهلك. تستاهل والله. اسمح لي بعد إذنك، أنا آسف إن أنا دخلت وكلمت عن التعليق قبل ما هنا في الكويت، يعني أقدم الخالص العزاء لأسرة التعليق الرياضي العربي ليس فقط المصري في وفاة اثنين من خيرة ورموز التعليق العربي والمصري، نجم مصر ونادي الزمالك كابتن حمادة أمام رحمة الله عليه، والكابتن محمود بكر نجم الإسكندرية والنادي الأولمبي، اثنين الحقيقة من عمالقة التعليق العربي والمصري. فخالص العزاء طبعا لأسرهم ومحبيهم. ترى كابتن أحمد الطيب زملكاوي. لا أنا اللي أعرفه إسماعيلاوي. يا سلام عليك. يا سلام. بص السويس، بص السويس والإسماعيلاوي. كابتن محمد ابراهيم عشان هو زملكاوي. ايه. كابتن خالد الحربان عشان هو زملكاوي. نعم. وعشان معتقدين ان الدنيا كلها زمالك فمعتقدين اني انا زملكاوي. اسمعني ليش هذا تبي ليش احنا هذا؟ لان اليوم هني علمونا. المرحوم طه الواصري، حسن اشحاته، محسن سمير محمد علي. ايه سب المرحوم سمير. لا لا انا هو المرحوم ذبحته كله. ذبحت سمير محمد علي. لا لا سمير علي نص مرحوم. بالنسبه للقصه من ابو يوسف، انا مع الزمالك. انا كنت ادرس القاهره، افكر لما ارجع الكويت بصير معلق. هذا في بالي. ها 67 ادرس القاهره مع التربيه الدنيا، فدائما اسمع الكابتن لطيف شلون يعلق واروح له اسمع. فبالتالي أنا حاضر مباراة الزمالك مع نادي إنجليزي. حمادة إمام جاب 3 أهداف.
معي فريق بعد النادي ويست هام نادي ويست هام اعتقد نادي انجليزي توتنهام توتنهام لا الجماعه الكنترول يقولوا ويست هام كنترول ما اعرفون توتنهام فاز الفريق انت ادرى الزمالك بعدد من الاهداف فالسبعه في الماتش سبعه ما شاء الله ما اذكرها بالضبط كنت طالب انا ايامها وعندي سياره في القاهره عربية ولا عربية ولا سيارة؟ سيارة عربية عربية حمراء حمراء أوبل مديها من الكويت عربية إيه لك إيه لونها إيه؟ ها حمراء حمراء أهلاوية فشجع حاط علم الزمالك وطلعوا الجماهير عاشقوا الجماهير ما ينفع شيء غير لون العربية جمهور الزمالك حمرة. جمهور الزمالك كان حاط يبون هذا الزمالك قال ما ينفعش يعني انت جايب عربيه حمراء وتقول ان انت تشجع الزمالك ما ينفعش غير لون العربيه لا غيرت ابو يوسف كابتن محمد لكن هل صحيح زي ما بيتقال ان جمهور الزمالك في الخليج اكثر من جمهور الاهلي عنده جمهور فعلا انا حسيت فيها ان احنا بالكويت يمكن لان مثل ما قال يعلمونا اغلبهم زملكاوي احنا جانا زمالك هني لعبنا مع الاهلي لعبنا مع الزمالك حضور الاهلي جمهور الاهلي لك جمهور جمهور مصر راح يكون مصريين يقول لك عن هذا خليجي الحين السؤال مو هني السؤال حضرتك اسماعيلاوي ولا زملكاوي سويسي انا سويسي اللي خليني اسمع منه انا سويسي اللعب المولد اللعب والتدريب ومع السويس السويس كان درجه ثانيه لعبت وصعد درجة دوري ممتاز وانا مدرب كنت مع كابتن حسن شحاته في تدريب السويس كابتن احمد رفعت وصعدنا برضو دوري ممتاز مع كابتن حسن شحاته كمدرب غير التدريب في الدوري الممتاز في السويس فدي بلدي المولد واللعب والتدريب وكل حاجه لكن ككوره وحب وتشجيع واتاثر لما بيخسروا النادي الاسماعيلي اسمعك طبعا على ابو جريشه وداب واسامه خليل والجيل العظيم ده صحينا واتفتحنا عليه وبعدين انا اصلي كسويسي بعد حرب 67 احنا هجرنا الى القاهره الى الجيزه فالجيزه كلها اهلي وزمالك ايه؟ وانا اسماعيلاوي فالاهلي بيكسبنا كاسماعيلي او الزمالك يكسبنا كاسماعيلي ثاني يوم ما اروحش الفصل ما اروحش المدرسه لهالدرجه فكان اللي ينصفني قدام الاهلاويه امين دابو بقى نجم السعوديه طبعا واهلي جده ايه. لما يمسك لعيب اهلاوي ولا زملكاوي يرقصه بقى وياخده عند الجمهور الدرجه الثالثه ده كانت العصفوره قالت لي انك تحب الاسماعيلي لانهم ما بيحبوش الاهلي صحيح لا العصفوره دي مش مظبوطه خالص العصفوره طيب لا في العكس الاسماعيلي بيحب الاهلي بدليل ان معظم لعيبه الاسماعيلي لما راحوا الاهلي الاهلي واخد بطوله في نفس في نفس الخط هذا دخلت في متاهات مع الجمهور الاهلاوي تحديدا حطوا لك صفحه في الفيسبوك طالبوا في رفع اسمك من التعليق في قناه الديربي دخلت في بعض الامور الجدليه مع جمهور الاهلي اصل الحكايه اني النقطه مشكلتها كلها برضو استوديوهات التحليل والاعلام الرياضي ان الاعلام الرياضي بيهتم بالرفايع ما بيهتمش بالتفاصيل المفروض هي بتكون حاجات وما بيهتمش بالاصول بيهتم في حاجات كده القشره من بره السوري التحليلي لازم يعرف المشاهد العزيز ان في حاجه اسمها لياقه بدنيه بتكون منها كره القدم ومن ضمن عناصر اللياقه البدنيه في حاجه اسمها السرعه ومن ضمن السرعه ليها اقسام في سرعه انتقاليه كلمه سرعه انتقاليه اسمحوا لي لمده دقيقه اقول كلام يعني معوج شويه لبعض المشاهدين السرعه دايما عدل ربنا يحفظك السرعة الانتقالية في علم التدريب هي أن أنا أجري مسافة 30 ياردة هقطعهم في قد إيه دي السرعة الانتقالية من مكان إلى مكان في حاجة اسمها سرعة الأداء سرعة الأداء المقصود بيها تعاملك مع الموقف بتاع اللعبة برتم سريع سرعة الأداء عندك أخبارها إيه في حاجة اسمها خاصة بالرشاقة اللي داخل فيها جزء بالسرعة بموقف اللاعب ووضع جسمه وهو على الأرض أو في الهواء أثناء سير اللعب ده تعريف الرشاقة لما يكون لعيب الرشاقة عنده قليلة والسرعة القصيرة اللي هي الستارتات الثلاثة متر بطاء شوية ده بيتقال عليه لعيب بطيء في هذا الموقف ولكنه سريع في 30-40 ياردة الموقف ده كابتن محمد إبراهيم عنده ابنه مدافع أنا بعتبره من أفضل المدافعين في آسيا وفي الخليج ولكن عنده عيب من ضمن العيوب زي ما مارادونا لعيب عظيم لكن عنده عيب يعرفش يلعب برجله اليمين طبيعي. ولكن ده مارادونا الاعظم في العالم صحيح. دي ما قللتش منه خالد محمد ابراهيم زعت له ماتشات لاحظت على خالد حاجه كده ان الاستارتات عنده في المسافات القصيره متاخره شويه لازم يكون متحضر نوقف على مشط رجله بدري ان لو واحد على واحد في مسافه ضيقه الدوران عنده بطيء شويه فلازم يكون في نسبه التوقع ويحط جسمه بدري شويه
صح ولا لا كابتن؟ يا سلام. شو بيقول لك؟ يا اخي اللي يعمل دي، اللي يكون عنده الحاجات دي ويكون بالكفاءه دي، انا بقول عليه لاعب عظيم. ليه عظيم؟ لان عنده من الذكاء والمثابره والجهد والكفاح والتركيز، ان رغم العيب ده الا انه محتفظ بكيانه في هذا المكان واساسي. يبقى انت لاعب عظيم. الموقف ده انا قلته على لعيب في النادي الاهلي، اثنين لعيبه في النادي الاهلي هم لعيبه منتخب مصر، حجازي احمد حجازي ورامي، الاثنين دول اساسيين منتخب مصر. واحمد حجازي ده كان في النادي الاسماعيلي، يعني اثناء اي مباراه ذكرتها؟ بغض النظر عن اي مباراه. لا المباراه كانت بالديربي، كانت بالديربي. لا 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 مش مو اثناء تعليق. لا لا ده أوكي. برنامج بيستضيفني. فاحنا نروح نلعب نيجيريا، فبيقول لي ايه شايف ايه المنتخب في نيجيريا؟ قلت له في عندنا مشكله ورا في البطء في الاثنين المدافعين، الاثنين واحنا بنلعب اربعه تلعب من غير ليبرو، ولاعيبه نيجيريا عندهم السرعه الانتقاليه عاليه والتحول من الدفاع للهجوم عالي. فقلت اتمنى ان هيكتور كوبر يختار فلسفه اللعب والخطه اللي تتناسب مع ان احنا عندنا اثنين بطاء في بعض المشاكل، فما نسيبش ورانا مساحات كتير ونعتمد احنا شويه على المرتدات، وعندنا محمد صلاح من اسرع لعيبه العالم. تمام. ازاي انا اقول على رامي ربيعه ولا احمد حجازي ان هم بطاء وهم لاعبين الاهلي اثنينهم، وهم لعيبه الاهلي اللي منهم حجازي كان لعيب الاسماعيلي وحبيبي يعني، وهو في ايطاليا مع فيورنتينا على طبعا معايا، واثنين ممتازين جدا في كل حاجه الا المنطقه دي. ده حاجه مش هتوديهم النار يعني، عادي يعني. في ايه يعني؟ يعني دي هتدخل النار دي ان انت بطيء شويه؟ ما هو خلي الكابتن قال لك صح، ولكن بيعوضها بكذا. لا ازاي انا اقول كده؟ شو تفسر هالحساسيه؟ لا هو قاعد يعطيك حتى عناصر اللياقه البدنيه، يعني هي ايضا هذه كلها تدخل بالعناصر اللياقه البدنيه يعني. هذه كقراءه ابو نواف يعني، بس انا ابي ليش الاهلي جمهور يعني الاهلي خذ هذه الطريقه؟ ما هو كره قدم بس جري، مفهوم كلام الكابتن. اكمل لك نقطه ثانيه. تفضل. الجمهور زعل لاني انا شايف ان انا بنتقد حد من النادي الاهلي. جمهور الاهلي اتعود ما حدش ينتقد لعيبته، اتعودوا على كده، بدليل ان هم رمز من رموز النادي الاهلي الكابتن زيزو عبد الشافي. زيزو طبعا ايه رايك فيه؟ نجم نجوم النادي الاهلي ومدرب ماسك قطاع الناشئين في النادي الاهلي، طلع في التلفزيون بينتقد موقف للنادي الاهلي تكتيكيا، طلبوا منه قالوا له ما تنتقدش اما تمشي من النادي من التدريب. الراجل محترم عايز يقول رايه كده، ساب النادي ومشي. اذا ما تقبلوش حتى نجمهم انه ينتقد جزء في في في, في سلبيات النادي الاهلي اللي هو النادي الاعظم في افريقيا، النادي الاكثر بطولات في افريقيا. ولكن يا اخي عندك مشكله، ايه المشكله في احنا ده؟ ايه الموضوع في ايه يعني؟ تمام. بس ختاما لا اكمل كلامي. يلا اتفضل. بس معلش لو سمحت باختصار يعني. ده دور استوديوهات التحليل. لازم استوديوهات التحليل ما تعتمدش على مجرد لعيبه بطلت لعب وبقى نجوم يخشوا يحللوا خلاص. ايوه. لازم استوديوهات التحليل على الاقل يكون فيهم واحد اكاديمي. ليه اكاديمي؟ دارس. عشان يعرف الناس يعني ايه سرعه انتقاليه، يعني ايه سرعه رد فعل، يعني ايه قوه مميزه بالسرعه، يعني ايه تحمل قوه، يعني ايه قوه عظمى، يعني ايه قوه انفجاريه، عشان المشاهد يفهم. فلما يفهم ما يزعلش مني او من غيري لما اقول عليه كده. صح. اللي حصل ان مصر كسبت نيجيريا بعد 1-1 و1-0. تمام. هكتور كوبر طلع قال ايه؟ قال الحمد لله انا بشكر اللاعبين اللي نفذوا الفكر بتاعنا، لان احنا اخترنا خطه لعب تتناسب مع تفادي سرعات الفريق النيجيري. وقعدنا معظم الوقت قريبين من منطقه الجزاء بتاعتنا عشان ما نسيبش مساحات ورا حجازي ورامي ربيعه. وطلع حجازي نجم المباراه. ليه نجم المباراه؟ لان حجازي طوله 190 سنتي. فاحنا حولنا لعب نيجيريا الى كروسات، اجبرناهم يعملوا كروسات. طالما بقت في كروسات وانا طويل اطلع فوق اضرب بدماغي بقيت انا نجم الماتش. يبقى اللي انا قلته شيء ايجابي مش شيء سلبي. هو نفس اللي قاله ولكن قاله بطريقه اخرى. بالزبط. نفس بالظبط. تمام. بس ختاما للموضوع، انت اسماعيلاوي؟ اسماعيلاوي طبعا جدا 100%. مش زملكاوي؟ لا يميل يميل عشان نخصم. لا لا مش زملكاوي، لكن انا بحب الزمالك طبعا. مين ما يحبش الزمالك؟ اللي ما يحبش الزمالك يبقى عنده مشكله في شخصيته. عنده مشكله في شخصيته. جميل. وتلومونا بس اللي ما يقتنعش بالنادي الاهلي ترى احنا وصل للكبات انك زملكاوي. انا عشان ما يتقالش عليا دبلوماسي ولا لا، اللي ما يقتنعش ان النادي الاهلي بطل وعنده رصيد عظيم يبقى عنده مشكله في شخصيته. هو ايه المانع انك تحب وتقتنع؟ لكن هنا نسبه اكتر شويه، هنا اقل شويه، لكن ما ينفعش تكره حد. لا تكره. بس انت شنو الحين اسماعيلاوي 100%؟ 100% ولا 20% للزمالك الى يوم الدين؟ اوكي. والحربان شنو؟ اوكي الحربان. الحربان بعد لا تغير العربي. ها تغيرت الكورة الحين تغيرني؟ إذا الكورة الحين تغيرني تغيرني أرجع لها. هذه فيها شجن. هذه خلونا نطلع فاصل ونرجع أكيد نتواصل معاكم من جديد في بين الشوطين.
شلون كابتن احمد توت توت وليد عدى ويشوت جمهور مبسوط جمهور الازرق مبسوط. انا عايز الكابتن محمد انا عايز كابتن محمد ابراهيم خذ مني هذه شلون تجهزها تكون جاهزه ولا انا بمشي دايما معايا ورقه وقلم في العربيه وانا ماشي ومعايا اغاني كتير شغاله يطلع جزء من الاغنيه يركب مع موقف تيجي حكمه تمشي مع موقف يعني مثلا قريت مره حكمه كده لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود راحت بدماغي مشيت مع الماتش الله طب لعيب ضيع فرصه خلاص ضاعت وخلاص ما تقعدش تفكر فيها لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود لسه الجايات اكتر من رايحات وظفتها فمشي دي مع دي توت توت جمهور مبسوط ليه بقول توت توت الجمهور مبسوط انا عايز الكابتن محمد ابراهيم وهو بيتفرج على الماتش مثلا تكون الفاضله زوجته بتتفرج معاه على الماتش يكون ابنه وبنته وبنت ابنه وبنت بنته قاعدين بيتفرجوا على الماتش فهديله 70% من خصوصياته وايه المانع ان احنا نعرج على حاجه كويسه البنت الصغيره والولد الصغير اللي قاعد يفرحوا بيها ينبسطوا الزوجه الفاضله تحس ان في حكمه تتناسب مع علاقه الابن بالتعليم بالتغذيه عشان يطلع نجم كبير فهي بعد كده تغذي ابنها كويس تخليه ينام بدري كويس المانع ان انت تكون عندك حاجات بسيطه تلم بيها الاسره ككل واحد لسه متجوز امبارح وهو وزوجته بس ليه اخليها هي قاعده في اوضه وهو قاعد في اوضه ما نجيبها معاه وهذا اللي قاله ترى ابو يوسف وهذا اللي قال ابو يوسف هذا اللي قال ابو يوسف قال ابو يوسف ان انا مرات اقدم واعلق للجميع للجمهور العام فيختلف الموضوع للجمهور المتخصص طبعا اختلف لما جمهور مختص وعلق له غير لما علق لجمهور عام المشكله انك انت تبقى كويتي مع منتخب الكويت انا طبعا صارت لي مشكله هذه مع المنتخب العراقي تذكر كاس الخليج النهائيه لما صارت ما بين الكويت والعراق قطر في قطر ايه ناداني كان ايامها الشيخ سالم صباح وزير الشؤون قال خل بالك ترى انت متحيز قال شلون قال كنت وايد تبي نصير وايد مع العراق شلون السبب شو اللي قلت؟ قلت والله شوفوا المباراة اليوم هامة جدا. على اليمين جمهور الكويت. وعلى اليسار جمهور العراقي. بينما الجماهير الأخرى دائما هي منضمة ناحية جمهور الكويت. شو صادوني الصحافة العراقية؟ الحربان يقول إن بس احنا العراق بروحنا وان الجمهور العام كله أيه. مع الكويت فسر الموضوع فهذه بس فسر الكلمه هذه فسرت انا الجمهور والشاشه بتي والجماهير سعه المدرجات ناحيه الكويت وضعوا جمهور الاخر وسعه الجماهير العراق لوحدهم فقالوا لا احتجوا علي العراقيين وقالوا لا هذا متحيز وقالوا ان الجمهور بس مع الكويت فهذه طبعا لازم انت بعد تعي للشغله هذه وتخلي بالك وصارت فيها يعني نوع دم كان ايامها الله يرحمه الشيخ سالم صباحا وزير الشؤون كان ايامها ممكن تروح لمجلس الامه ممكن تناقش ممكن تصير قضيه في على كل هذه الواحد لازم يعمل حساب يعمل حسابه على طاري متحيز مساء انت سالت ابو يوسف قلت له انت شنو تشجع في معلومه يمكن ما يعرفون المشاهدين يعني انا في شغله عندي اعتز فيها اول ما دخلت النادي زين طبعا قبل يعطونا كرنيهات منو كان امين السر امين السر نادي العرب اللي موقع على الكرنيه عشان يطلع لي حقي انا بو يوسف ترى كان امين سر نادي العرب يمكن ما ذكرها فانت لما تساله شنو تشجع فمعناته بس بس بالتعليق بس بالتعليق امانه ما كنا نحس فيه ما تحس فيه ما كنا نحس فيه صح هذه الكلمه اللي بقولها انا ابو يوسف ما كنا نحس كان يعني مو بس عرباوي امين سر نادي العربي ولاعب النادي العربي زين لكن بالتعليق ما تحس انه هو منحاز حق فريق يفصل الامور 86 بالبحرين بطوله 86 الثامنه بالبحرين هو كان عضو مجلس الاتحاد معين هو يعلق بالمباريات طيب انا برجع حق النقطه هذه مهمه شلون تفصل الامور تفصل خلينا نقول الهوى الشخصي او دائما الواحد يكون مشجع او قناعات معينه شلون تفصلها عن التعليق لكن خلينا نسمع اراء بعض المتصلين اخوي محمد صباح الخير تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حكم الله بالخير صبحك الله بالخير النور والكرامه قاعد هذه الليله الحلقه تاريخيه بوجود العم خالد العربان بس بعجاله انا بقول سالفه كان يذكرها ابو يوسف مره بسوق السالميه انا في السياره قاعد امشي وهو قدامي انا ما شفته
صفر كان يبطل الباب. انا هيك كان ادعم الباب كسرته السياره. مالك عاده مالك عاده زين. كان نروح مخفر السالميه هناك المحقق الضابط كان الله يذكره بالخير عبد الله ابو عركي القتاوي. تذكر ابو يوسف؟ لا ما داعم بابه اكيد يذكر. قاعد اتذكر اتذكر والله. كان يقول للضابط اشرح لنا الحادث شلون صار. يقول انا ماشي بامان بسوق السالميه ما اشوف وقطيت اشاره شوي شوي صفات وبنزل ما وعيت. كان يقول له هي هذه مو مراد قاعد تشرحها. قول له هذه شو. اي والله ضحكنا ضحك. بعدين يقول له ها تبي تصلح سياره من عليه. قلت له انا اللي داعمه. قال لي بروح مشي دفشين بالملعب وبالشوارع. مع السلامه. لحظه قبل ما تقول مع السلامه صلحت ولا ما صلحت؟ المهم تنازلت عنك عن القضيه. تنازلت اي تنازلت يعني ما يبي فلوس الباب الحين. يبي فلوس الباب الحين. الله يذكره بالخير عبد الله ابو عرق. قال دبشين هم بعد بالشوارع مو بس بالملاعب. مشكور اخوي محمد. شكرا اخوي محمد. عبد الله صباح الخير يا عبد الله تفضل. اهلا وسهلا فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله مسي عليك مسي الاخوان. يا هلا حياك الله. كباطي الكبار موجودين اليوم. اهلا وسهلا. انا عندي نقطتين مع كابتن احمد. طيب عندي سؤال عن الدوري الايطالي. وكابتن احمد مسيك الله بالخير كابتن. مساء الخير كابتن مرحبا بك. كابتن نادي الدوري الايطالي ايام ميلان شفشينكو وكوستا ميلان العظيم والانتر والفرق الكبيره ولازي شنو سبب تراجع الفرق هذه كلها في الدوري الايطالي؟ بس ما قاعد تشوف الانتر الخامس واي سي ميلان الخامس والانتر السادس. وابتعاد الدوري كقيمه تسويقيه بين دول اوروبا يا اخي قلت قيمته التسويقيه الدوري. ماشي هذه واحده. النقطه الثانيه كابتن انا عندي نقطه بسيطه يعني شيء قديم يعني صار بالدوري المصري. كنت قاعد اعلق على مباراه اتوقع الاسماعيلي والزمالك والحكم ما حط بلنتي حق الزمالك فانت على قول اخواننا المصريين عملت من الحبه قطه يعني في المباراه. تكلمت وايد عن الخطا التحكيمي وعدت وزدت فيها لحد ما صار في اشكال بالصحافه ان احمد طيب تكلم عن البلنتي بزياده فصار في لغط على الموضوع. اوكي هذه واحده. النقطه الثانيه ان شو اسمه عبد الله هذه الثالثه مو الثانيه. هذه الثالثه في إيه. واحده بستخيرها ما راح اطول عليكم فيها يلا. اللي هي كابتن احمد تذكر هدف ايفونا لاعب الزمالك هو او لاعب الاهلي لاعب الاهلي يفونا اللي لما عدى من ثلاث لاعبين بالكم ماتش الزمالك سجل في الزمالك حطها تذكرها فاكر هذا هذا انا كنت اعلق عليه نعم كنت قاعد اعلق عليه بعدين الهدف هذا انت شنيت حمله على قناه النيل نقلت قناه النيل عروس الهدف وهذا بس الهدف كان ممتاز يعني مهاري لقطه مهاريه. اوكي عبد الله شكرا شكرا لك. معانا معلقنا الجميل الكابتن عادل عيسى حياك الله يا كابتن عادل. حبيبي اول في عمرك يعطيكم العافيه يعني ايش رايك تقصر صوت المسجل شو يسمونه هو تلفزيون تلفزيون تلفون تي في ويعطيكم العافيه ما قصرت حياك الله يا اخوي ماهر وان صبح على الكباتن الموجودين كلهم صبحك الله بالنور وطبعا الشيخ المعلقين ابو يوسف يعطيك الف عافيه وحياك الله عادي ان شاء الله سهلا والكابتن احمد الطيب بعد انا سميته البروفيسور غني عن التاريخ حبيبي عادل صباح الخير عادل وحشنا كثير وحبيبي طول عمرك واشتغلنا مع بعض في دوره رمضان تشرف بك طبعا حبيبي واستفدت منك استفاده كثيره الله يحفظك العفو حبيبي طول في عمرك بس النقطة اللي أنا بتكلم فيها إن أنا ما قاعد أسمعك كثير حالياً في القنوات في المباريات وخاصة في الدوري الإيطالي هل هناك أسباب يعني في ابتعادك عن المايك في الآونة الأخيرة وبس نتشرف فيك إحنا في الكويت شكراً حبيبي عادل عن قريب إن شاء الله نشوفك شكرا عادل. شكرا لك ايضا عندنا اتصال من عادل صباح الخير عادل اي عادل ثاني داق مرتين حياك الله عادل تفضل انت على الهواء اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح عليك وعلى الكباتن اللي عندك يا هلا صباح النور يعني بك بعد كان بغيت اسال الكابتن العم خالد الحضان تفضل حياك الله سلام اي والله مساك الله خير عم خالد قبل فتره كنت على اساس ناويين تسوون دوره او شيء ان يعني شلون حق المعلقين
معلقين عندنا هنا بالكويت اكتشاف مواهب يستفيدون مواهب او ان الموجودين على الاقل ياخذون دورات عند الامشمه. وبالنسبه للكابتن احمد طيب انا عجبتني كلمه عنده يوم يقول في مباراه او جمهور شجع الفريق شو اسمه الفريق الخسران وهذا بروح رياضيه وطيبه وهذه ودنا ان شاء الله هذه الشغلات احنا نحتذي فيها كجمهور هنا بالكويت يحتذي ان فريق خسران خلاص اتقبل ان انا خسر فكلمته وايد حلوه هذه من جمهور يعني حتى تحيه حق المدرب وكل شيء احنا هنا يحاربون المدرب يحاربون الجمهور او اللاعب عشان خسر. شكرا عادل مشكور مشكورين ما قصرتوا شكرا لك عادل. خلني بس لان النقاط الكابتن احمد طيب كثيره خلني اسال الكابتن انا فكرهم انا لا موجوده مسجله بس لان الكابتن خالد الحربان سؤال واحد كان في فكره لتبني مواهب ولاعطاء خبرات اكاديميه اي في اكاديميه الحين في كان بدايه حوار حق مع الاخوان في القناه الرياضيه ممكن مساعده المعلقين يعني في الان اكثر من جهه بتعمل دورات المعلقين يعني دورات المعلقين هلا تكون متخصصة لازم تطلع من الجهاز نفسه جهاز تلفزيون دولة الكويت لأنه هو اللي شيء رسمي لازم يعني شيء رسمي ويعطى فرصة وممكن أنا شخصيا مستعد أتعاون في المشاركة في توجيه الشباب الجداد وهذا شيء طيب حلو. إذا كان في هناك تعاون بين وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون الكويت طبعا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتكون العملية يعطى فرصة للشباب اللي يأخذ خطه طيب وعلى أسس يعني يحتاج لها بعض الضوابط والأساسيات المهمة تمام. كابتن أحمد البداية مع الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي مشكلته مشكلة فلوس بعض أصحاب رأس المال مهيمنين فجأة أصحاب رأس المال وقعوا فما أصبحش في حد يصرف لأن لعيب الكورة أسعارهم عليت فعشان تجيب لعيب كويس تشتري بمبلغ كبير او لو عندك هتحتفظ بيه فتدي له مبلغ كبير المبلغ الكبير مش موجود ما اصبحش عندك اللعيبه اللي تساوي 3 ارباع اصبح عندك ربع ونص مع 3 4 فرق يحصل الكلام ده طبيعي المستوى يقل ده باختصار مشكله مال يعني مشكله مال وتوظيف الجزء الموجود الزمالك واسماعيلي كابتن محمد ابراهيم قال لي ان انا زملكاوي وانت والكابتن كرم قال لي ان انا اسماعيلاوي المباراه بين الزمالك والاسماعيلي قال ان انا عملت من الحبه قبه عشان ضربه الجزاء ما اتحسبتش ما الاثنين حبايبي اذا كنت انا زملكاوي واسماعيلاوي اذا انا مع الصح ايه هو الصح ان انا شفت ضربه جزاء ما اتحسبتش وده دوري اوعى حد يقول لي ما حدش المعلق يتطرق للتحكيم لا يتطرق للتحكيم قول لي ليه كره جت فاول ولا مش فاول ضربه جزاء ولا لا الجمهور عايز يعرف اقول له استنى بقى الاستوديو التحليلي بعد الماتش ما يخلص بساعتين او حد فاضي ولا حد بيقعد كتير بعد الماتش بساعتين بس نقطه انك تشجع إن انا اعرفك انا بس في نقطه تحتاج توضيح انك تشجع الاسماعيلي والزمالك اقبلها لكن المنافس على الدوري مو الاسماعيلي الزمالك لا ده لا الموضوع مش منافس انا بتكلم على ان ده وده انا اقصد ان انت بتنتقد حاجه فيا في حد انت بتقول لي انت بتحبه اذا انا لغيت عواطفي هنا وبخلي المنطق هو اللي يوجد نفسه انا مطلوب مني ودي نقطه الكابتن خالد الحربان اكيد يشهد بيها والكل يشهد بيها واي حد بيطلب مني يكون معلق انا بقول له لازم تخش تاخد دور التدريب سي على الاقل وتاخد دور التحكيم وتبقى حكم لو كنت صغير انا نفسي اذا كنت عايزين معلقين تروحوا للانديه للاولاد اللي عمرهم 18 و20 سنه والفريق الاول في كل الانديه اللي بيعرف يتكلم ومخارج حروفه كويسه وبيلعب كوره انا اقدر اخليه معلق اللي بيعرف يتكلم ومخارج حروفه كويسه بس بشرط يسمع الكلام في ان هنخليه ياخد الدوره التدريبيه عشان يعرف اسس علم التدريب عشان هو بيتفرج عينيه تشوف ال11 لاعب كانهم 3 كل ما بتعرف الكره اكتر ال11 لاعب انت كمدرب كانهم 3 او 4 بالنسبه لك لكن لو انت مش عارف كره كويس ال11 بيبانوا لك 110 تايه منك انت مش عارف لكن بتبص بعينيك كل ما بتعرف تحس ان الملعب كله قد كده طالما انت بتعرف تعرف اللي بيعمل الفطير انت لو بتعمل الفطير تقعد تعمل كده كده بتاع الفطير الاستاذ ليه بيعملها كده اللي مدوخة الدنيا دي كلها اذا لازم تعرف الخصوصيه بتاعت اللعبه ايه الخصوصيه اسس علم التدريب من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه شنو الحادثه اللي صارت اللي قالوا ان عملت من حب انت عايز الحاجات اللي فيها اثار لا سيبنا نكمل الحاجه اللي فيها فايده ما ابحث عن الاثار بس انا افهم لان ممكن والنبي ماهر سيبني ماهر الله يحفظك هاجيلك ما تقلقش الحته الثانيه ما ينفعش يبقى في شك في ضربه جزاء ولا لا وانا اقول نستنى بقى بعد المباراه الكابتن فلان هيقول لنا
يا عمي انا عايز اعرف دلوقتي اه ولا لا، لان بناء عليها انا هقيم اللي بيحصل. انا عايز اقيم دلوقتي، انت المفروض ليك ضربه جزاء وصحيحه وجت في الايد والحكم ما حسبهاش، لازم اراعي مشاعر اللعيب اللي جت في ايده او اللي ليه في اي انفعالات ليه بعد كده، وبالتالي المدرب في تغييراته في مواقفه. اذا انا مع ان المعلق لازم يكون عارف قانون كره القدم، خصوصيه اللعبه اكيد، وبالتالي يبلغ الناس بس بالصح وبالاصول وبالقانون، ويقول للناس ان ده نص قانون مش وجهه نظري. انا اشتغلت حكم على فكره، والله لما كنت عندي واحد حكم اعمل له كده اقول له والله انا زعلان ان انا بدي لك، بس القانون بيقول لي ادهولك عشان ما يزعلش مني ويقتنع. هو القانون اللي بيقول كده، مش انا مش عايز اديك انذار، بس القانون بيقول لك انك غلطت فتاخد انذار. بالنسبه لموضوع نادي الزمالك ليه ضربه جزاء او الاسماعيلي ليه ضربه جزاء، انا من النوع اللي بقول ضربه جزاء. اسمع بقى، ولو ضربه جزاء ما اتحسبتش في اول الماتش وفي اخر الماتش الفريق الثاني كسب، اقول خلي بالكم يا اللي شايفين الفريق كسب، ده كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش، كانت ممكن تكون متحدد. انا وجهه نظر، هي انا اعرف هي وجهه نظر، ترى القانون يقبل اكثر من راي. الفرق بينك وبين اي حد مننا احنا انه يقعد مكانك الخبره، خصوصيه الحاجه دي الخبره. هذا صوت مغرور، انا اقول خبره. لا 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 قصدي الممارسه الاعلاميه، خصوصيه دي الى جانب حاجتين، موهبتك واجتهادك، موهبتك واجتهادك وتوفيق ربنا. انا خصوصيتي ان انا اعرف، ولازم ما اقعدش هنا لما اكون عارف. طب مين اللي ما يقعدنيش؟ المسؤولين. مين هم؟ وزاره الاعلام وزاره الشباب والرياضه. لان في مشكله. كابتن احمد خليني اعترض على كلامك، انا اسف فضل. لكن اعترض ولك حق ان تقنعني بحجتك. طبعا تفضل. الان انت امام جهاز خطير عظيم، ميكروفون يصل الى الملايين، واحنا نعرف خصوصيه الدوري المصري تحديدا والمصري المصري او غيره في كل الدنيا تحديدا الدوري المصري. والدليل ان الديربي المصري اللي هو الدوري السعودي، لا بس الدوري المصري، الديربي المصري افضل 10 ديربيات في العالم، يعني مو احنا اللي قاعد نقول احصائيات. جميل. فبالتالي انت لما تقول كلمه وكانك تلقن العديد من الجمهور المتحفز ان هذه ضربه جزاء، مع العلم ان باقرار الجميع ان القانون يقبل اكثر من راي. لا لحظه لحظه، في اسس بناء عليها بتبني حكمك. لو معاك نص القانون واصلا في ثقافه للمجتمع اللي انت فيه من خلال استوديوهات التحليل، ما انا مش عايز محلل التحكيم يطلع يقول لي دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، انا عايزه هو بيقول دي يقول للناس ليه، عشان يعني يعني زي عارف زي ايه بالظبط. ما تدينيش سمك لكن ما تدينيش 10 كيلو سمك لكن علمني ازاي اصطاد السمك. فانا لازم اعرف الناس في ايه، ده دوري انا. لا هو في شيء، في شيء قانوني وفي شيء تقديري. انا فعلا اقول في شيء تقدير، اذا تقدير جعت. اذا اذا شيء تقدير على ما اعطيكم فرصه لما تحس ان في مداخله صح الدش يعني في 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 شيء تقديري وفي شيء قانوني. اذا شيء قانوني طبعا هذا يعني يقول ان هذا شيء قانوني. كابتن احمد الكلام ده انا بقوله في اي حته يقول انا حتى بس اذا في شيء تقديري، اذا شيء تقديري هذا اختلف عليه. هذا قال الحكم قدره كذي وهذا قدره كذي. اسامه اسامه يا اسامه خلي يرد لنا. انا ايد كره انا كره على سعيد تاهم والله. اسامه شلون ما راح اخذ لا 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 بطلع فاصل. لا لا فاصل ماكو. يلا قول. لا انا ايده صراحه، يعني ايده بالموقف ان صح ان المشاهد وقت الحدث يبي يعرف، يمكن ترى يطلع غلط، يمكن يطلع غلط، يمكن ما يطلع صح، ويمكن هربان قال بلنتي بلنتي جمبرات. لا لا ادري يمكن يطلع، ترى شفت المحللين اللي بعد الاستديو هم ممكن غلط وممكن صح، يعيدونه 17000 مره بالبطيء صح ولا مو صح. لكن المشاهد اليوم يبي بوقتها شنو، هذه بلنتي ولا مو بلنتي خلصني. في بعضهم شي يقولون يخافون لا. لحظه ننطر والله ما بلنتي ما يتحمل المسؤوليه، ننطر الاستوديو التحليلي وراي الحكم لا. تعرف المشكله في ايه؟ يعني صح المشكله مش في خافون، مشكله ان في ماتش معين يقول لك ضربه جزاء لم تحتسب، الماتش اللي بعده يقول لك نشيلها للاستوديو لان دي تبع فريق ودي تبع فريق. الموضوع عشان انا باخذ بتفصيله من يوسف. انا اتفق، يعني انت في ظل الحين التحليل وتحليل تحكيمي وبعد المباراه وبين الشوطين، بس اتفق انا مع كابتن احمد طيب لانه هو يملك المعلومه ويملك القانون، هو كان حكم زين في في يعني حتى في كرة، في كرة انت تشوفها بلنتي، انا اشوفها بلنتي واحنا قاعدين في نفس التلفزيون. مو كل بلنتي راح يقول لك ترى هذا، اذا كان في شك وخر عنها، بس في بلنتي تقول لك هذه بلنتي ما يبتعد عنها المعلق يقولها، يعني المشكون فيها نوخر عنها. حربان ما قال في مباريات كثيره قال يا حكم ذبحتنا. انا باخذ راي ابو يوسف في الموضوع هذا بشكل كامل، بس قول لي رايك انت محمد. انا اتفق معه ابو سالم، اتفق معه 100%. لازم تقول رايه، لازم تكون الشجاعه طبعا. في الاداء كابتن ماهر راح كله اقول لك على حاجه خطيره خليها بعد الفاصل. لا 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 قبل الفاصل في ثانيه، اسف للاسف في خط
اللعيب هيدخل منطقه الجزاء، حصل فاول وفي تلامس، فالكره جت رجلك جت في الرجل، فالحكم راح حاسب اللعبه بره منطقه الجزاء، لا حسب اللعبه بره منطقه الجزاء، فالمعلق يقول لك ايه، اه فعلا في فاول، فعلا لمسه لكن على الخط، طالما اه يبقى فعلا فاول، لا القانون بيقول ان الخط داخل، الخط جزء من المناطق، شوف الخطوط جزء من المناطق، حافظ القانون. يبقى انا ساعتها هقول لك ايه، هقول لا ده طالما على الخط المفروض تكون جوه، مش عشان انا احمد الطيب بقول كده، عشان القانون بيقول ان الخطوط جزء من المناطق، وما دامت هي على الخط اذا هي جوه، يبقى ضربه جزاء. لو ما اتحسبتش اقول الحكم حسبها بره وده غلط، ولكن الاخطاء جزء من اللعبه، لازم تقول كده، ولازم تبدي حسن النيه للحكم عشان الناس ما تشيلش، تقول ان هي لعبه الاخطاء، الحكم العظيم هو الاقل اخطاء، لكن مفيش حكم غير اخطاء. تمام، لازلنا في هذه النقطه، بعد الفاصل ابي اسمع الشيخ المعلقين ورايه في هذه النقطه تحديدا، وفي بعض الذكريات وبعض اللقطات اللي بناخذ رايه فيها. اذا نروح الى هذا التقرير ومن ثم عوده، التقرير ايضا يخدم حوارنا ونقاشنا عن التعليق وخصوصيات المعلقين. تعليقنا عن شخصية المعلق، تعليقنا احنا عن شخصية المعلق، كان تعليقنا كان بالتقرير ان كل معلق له بعض التعليقات الخاصة فيه. من اسمع التعليق، لو اسمع الصوت ضعيف جدا اعرف ان المعلق كان خالد الحران، المعلق كان احمد طيب، المعلق كان فلان. فانا اعتقد ان الحوار عند الكباتن رواد البرنامج عندهم من ذكريات الشيء الكبير اللي اكيد يعلقون على الكابتن احمد طيب وخالد الحرمان، لكن ما انسى اني انا قلت قبل التقرير اني حاب اخذ رايك بيوسف في النقاش اللي افتحه الكابتن احمد طيب وتناوله الاخوان، انه لازم تقول رايك في المباراه. هذا شيء مؤكد، المعلق اللي يتحمل مسؤوليه ويكون على الميكروفون في المباريات الهامه لابد يكون رايه، ولابد يكون رايه مبني على شيء من الصح، يعني مو اي شيء رايه، رايه لابد يكون مبني على اساسيات. فبالتالي عاد نوع التنويع في التعليق، يعني مثلا انت كيف توصل المعلومه وتقول المعلومه هذه، انك انت ما تجرح الفريق الاخر، ما تخطئ في الحدث وتقوله على كيفك، ما تدخل في عمليه التحيز ان هذا الحدث لهذا النادي وتقول له لا تخففها، ما يجوز. المصداقيه اهم شيء، انت اذا قعدت على هذا الكرسي وطيت الميكروفون يجب ان تكون مثال المصداقيه، وراك عالم، هذا شيء مؤكد تماما، واللي بيعطيك الثقه، والا باجي بكره اي مسؤول النادي يستطيع ان يتحكم ويقول لك والله في هذا هذا ما يصلح وكذا، ولو حق. فهذه المصداقية إذا ما يملكها أي إنسان يحمل هذه المهنة أعتقد أنها بتكون مؤذية للجميع. والحمد لله إحنا مرينا في أشياء مثل هذه وفسرت لنا بعض القضايا، ولكن في النهاية نصبح إحنا منتصرين. ليش؟ لأن أساسا في ذهننا نكون حقانيين، نكون حسب حقانيين على حسب هواننا، لا على حسب هو القانون، على حسب الحدث اللي موجود. إذا بنشيل نمشي مثل هذا سنوات كثيرة، وأنا والحمد لله رحمة رب العالمين لم أواجه أي مشكلة في هذه المباريات سواء كان داخلية أو خارجية، وعملت في قنوات أوربت 13 سنة وأنا خارج الكويت في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي، ولم أصل إلى يوم أني تحملت مسؤولية قلت خطأ في مثل هذه الأمور. زي أبو يوسف لما قال الجنرال مثل قلت ذبحتنا يا حكم كذي، ما حسيت أنك ممكن تحمل الحكم فوق طاقته باكر الناس تنتقده، لأنه يثقون في رأيك، يثقون في اللي أنت تقوله. إيه ما يخالف، بس 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 هذا الشيء، هذا الشيء اللي أنا أحس فيه خطأ بقوله ووصل للمشاهد حد هو. بس أنت قسيت على الحكم؟ لا أنا في وجهة نظري ما قسيت على الحكم. وجهة نظر المشاهد يفسر على كيفه، على مستوى دولي تقول؟ لا امام، لا منتخب، هو غالبا كان يقول على مستوى، على مستوى دولي كان منتخب، على المنتخب دولي، يعني دولي
دوري منتخب دولي على دولته منتخب الكويت يعني هذه فيها وطنيه الوطنيه ما حد زايد عليها لكن هي نظره ابو يوسف هو ما في شيء بالعاطفه يا اخي ما يصير انت قاعد مكان عام ومكان قاعد تتكلم فيه مو قاعد تتكلم شيء يخصك بأمانة العاطفه ما تدخلها بالامور لا المدرب يدخل والله اتعامل مع اللاعب بالعاطفه هذا والله لاعب يسلم علي حتى لو مو زين ألاعبه ولاعب ما يسلم عليه هو زين ما لعبه معلق والله أنا بنحاز والله أحب هالفريق وهو ما له حق أعطيه حق موله يعني ما يصير بالأمور العاطفية حادثتين شهيرتين صاروا يعني ما يتكلم بالعاطفة يعني من باب العاطفة اللي قالها محمد كرم حادثتين شهيرتين وياك سامي مو وقت سامي والكويت كلها في وقتها من كلمة مو وقت سامي تضايقوا من سامي تحديدا مع أن كنت ممكن تقول غلطة من اللاعب يعني انت قلت مو وقت سامي كانه سامي قاصد مو راح كاساس لا لا طبعا لا لا لا, لا عشان تعلق على الثاني والثانيه جاسم الهويدي في خليج 11 جاسم الهويدي في خليجي اللي كان في قطر الدوحه في قطر في البحرين لا الدوحه لا الدوحه الدوحه قطر 11 الدوحه الدوحه خليج 11 ها دوحه البحرين خليج 11 هذه اللي ما في داعي يا لما خسرنا من قطر إيه؟ وضيع جاسم الهويدي اكثر من مع قطر مو مع البحرين مع البحرين مو لا مع قطر خسرنا قطر. 4 إيه فانت ما توفق جاسم في وقتها ما توفق جاسم لكن تعليقك قسى عليه بحيث انه بطل كره لمده سنه وسنتين اعتقد موسم او موسمين تضايق ما اعتقد انه بطل كره علشان هذا الحدث انما انا اذا طلع مني هذا الشيء اولا فريقي يلعب اللي هو الكويت وخسر في هذه المباراة وردنا فيها هامة فطلعت مني مو ورثة يا سامي لا أنا أتكلم عن جاسم الآن جاسم الهويدي قصدي مو ورثة جاسم الهويدي إنه يضيع بلنتي فهل تقصد أنت إنك قلت لا مو ضيع بلنتي إنك قلت لو أنا أنزل لو أنا أنزل أقول أو شيء من القبيل يعني متى بتقول يا جاسم متى بتقول يا جاسم إيه متى بتقول هذه الحديدة أمور ممكن طلعت مني ما أدري يعني هذه أشياء حماسي وود المنتخب يغلب كذا وجاسم كان بالفعل وللأسف يعني المرحلة هذه كان جاسم الهويدي سيء جدا سوى كل المباريات ف ما كان موفق ما كان موفق يعني مو هذا مستوى جاسم ما كان موفق كنت ما كان مستوى ما كان موفق فبالتالي طلعت مني هذا شيء عاتبك بعدين عاتبك لا لا ما عاتبك بالعكس لا زين ومو وقت سامي مو ورثة سامي هذه مو ورثة لأن كلنا رايحين الآن نأخذ الكاس كاس آسيا كاس آسيا فمو ورثة سامي ورحت له بعدين بالغرفة في الفندق وحبيته مو ورثة لأن شيء حصل وهذا المعلق تعرف يعني مو يعني أنت ما تخطئ على أحد طيب عاتب سامي أبو يوسف ها سامي عاتبك عاتب لا ما عاتب ما عاتب لا لا بالعكس لا يتقبلون من اللاعبين يتقبلون اللاعبين يتقبلون بسرعه زين والله عندي سؤال حق الكابتن احمد يلا حتى ابو يوسف شارك يا اخي في عندنا بالفضائيات وبعد ما كانت يعني قبل الفضائيات ما كانت موجوده لان ما في انتشار لكن مع الفضائيات انتشر التقليد بشكل كبير يعني تلقى المعلق له 6 أو 7 نفس الشيء يعني هذا الشيء ما يضايق الكابتن احمد ما يضايق حلو خوش كابتن خالد خوش كلام كابتن احمد اللي قال ابو سالم بالاضافه الى تقريرنا الخصوصيه او البصمه بصمه احمد طيب بصمه لما تشوف واحد يغلدك يعني شلون صراحة. الواحد يتفرد بشخصيته وشلون يبعد عن بعض المقلدين شيء من الكيمياء مثل ما هي في حاجات معينه بتتقال ممكن تضايقك وفي حاجات معينه لما تتقال ممكن ما تضايقكش حسب المرحله اللي انت وصلت لها من الثقة في النفس والمكانة هل أنت اطمأنيت أن أنت فعلا أصبحت مقنع وليك الرصيد ساعتها مش هتتضايق لو حد بيقلدك وإن كان في حاجات بتبقى وليدة موقف فيها نوع من الإبداع أو الملكة العالية قوي ما بتجيش كتير اللي هي الفكرة أصعب حاجة في الدنيا في أي عمل الفكرة الأغنية مبنية على فكرة فأنت بتجيب فكرة تلاقي واحد واخد نفس الفكرة وعمال يقلد فيها أو يقول فيها دي بتضايقك شوية لانك انت دي حاجه فيها خصوصيتك فيها موهبه ربنا اديها لك انت تعبت فيها وسعيد بيها يجي حد يروح يقولها اسمع بقى ويقولها عمال على بطال لغايه ما يخليها خلاص دبلانه تيجي انت تقولها بعد كده وممكن يكون هو منتشر اكتر منك فلما تيجي انت تقولها يعتقد ان انت اللي بتقلده فكلام الكابتن منطقي وصحيح 100% ودي مسؤوليه المسؤولين عن القنوات
مسؤولية المسؤولين عن القنوات. لازم يكون في حد بيتابع ويقول له فلان خلي بالك في علي سعيد الكعبي، في يوسف سيف، في خالد الحربان، في علي حميد، في ميم الشربيني، في حمادة أمام الله يرحمه، في انت بتاخد منه الكلام بتقوله، خلي بالك ما تكررش الكلام ده كتير. ودلوقتي المعلقين بياخدوا فلوس كتير، المعلق دلوقتي مرتبات المعلقين بقت عالية جدا، يعني لازم يكون لحظة نقطة مهمة هذه، رواتهم عالية مش المعلقين مش المعلقين، مرتبات المعلقين المعلقين هذا عشان كامل ترى يحبني الرواتب العالية أي شيء رواتب عالية نجم شباك الآن المعلق نجم شباك يعني وكأن أنا أشوف المباراة لأن طيب المهنة أصبحت مهنة مهنة غالية، مهنة ليها قيمة في المجتمع وفي الفضائيات، أصبحت مؤثرة في المجتمع، مؤثرة في اللهجة الوحيد اللي ما اشتغلته مؤثرة في الأسلوب اللي أنت بتقوله في الولد الصغير اللي بيسمع أو اللعيب أو التوجيه. يبقى لازم يكون في حد بيراقب الناس دي، لازم في حد بينتقي هؤلاء بعناية ويتابعهم ويرتقي بمستواهم، ولازم يتم علاقة ما بين وزارات الشباب والرياضة ووزارة الإعلام في اكتشاف المعلقين. أنت تضايق كابتن أحمد الآن، يعني واحد يقول ناجح مثل الكابتن احمد طيب، والان انا عندي معلومه ان في معلق نفس صوتك ويحاول انه يمشي على خطاك في مصر بدون ذكر اسماء، يعني انت شيء ضايقك ولا تشوفه لا من باب النجاح والله يرزق الجميع؟ عند مرحله معينه بيضايقني وعند مرحله معينه لا، بصراحه في الفاظ معينه وتركيبه معينه، خلي بالك كل حاجه ليها تعب، احيانا انت بتعمل عمليه اخراج للفينيشنج بتاع الهجمه برتم سريع بتقطيع معين برتم ممتد شويه، دي المفروض ان دي فكره انت لما بتجتهد عشان توصلها عشان تغير الريتم بتاعك كل فتره، تلاقي حد عمال ياخد الحاجات دي على طول اول باول في النغمه في اللحن نفسه بتاع تفنيش الكلمه او الفكره نفسها، طبعا مع الوقت والتكرار يعني تحس الافلات بتاعت الكلمه، القفله الكلمه ليها قفله، هربت تولد ضاعت راحت، يقول لك راحت تولد هربت ضاعت نفس ابرح جاب لك يعني يوصل الى لهالدرجه؟ لا لا ما انا بقول لك مثلا طبعا في طبعًا تقليد لهالدرجه، لا لا في حتى كل حاجة في كل حاجه مش لحمر الطيب بس لكثير من المعلقين الكلام ده بيحصل، لدرجه في ناس بتظبط الصوت بتاعها عشان يبقى نفس البحه نفس اللحن نفس الشيء صح، وده ممكن يكون مرحله مؤقته ليه، وخلي بالك اللي بيعمل كده برضو موهوب يعني اللي بيقلد فلان ده اصلا موهوب، يمكن عشان في بداياته عايز حاجه تلفت الانتباه ليه، ومع الوقت والثقة هتلاقيه بيتخلص من هذا القميص ويلبس القميص. احنا الحصير. بس ما نسينا الموضوع إيفونا لاعب الأهلي اللي سأل عن عبد الله. سأل عن هدف إيفونا. هو بيقول لك إن أنا شنيت حملة على قناة النيل الرياضة. يعني إيه شنيت حملة؟ قناة النيل الرياضة دي بتاعتي. سنة 98 أنا اللي أصل شريط قناة النيل الرياضة. وأنا عامل أول مباراة في تاريخ أهلي وزمالك في قناة النيل الرياضة دي بتاعتي. أنا. أيضاً أول نهائي كأس. أول نهائي كأس أنا اللي عامله برضو فيها سنة 98. واللي فيها كلهم بتوعي حبايبي أنا. وبعدين قال لك شنيت حملة، يعني إيه شنيت حملة؟ أنا على الفيس على الصفحة بتاعتي. قلت مش معقول في حد بيتكلم في امور تخص حاجه غير اهلي وزمالك، واللي على الشاشه عمال يتعاد هدف ايفونا في الزمالك ايفونا في الزمالك، ونرجع نتكلم على التعصب، فلازم ناخد بالنا من الحته دي شويه بس خلاص. تحس ان صفحتك الشخصيه في السوشيال ميديا احمد الطيب المعلق ولا احمد الطيب المواطن العادي؟ لا المواطن العادي اللي بيشتغل معلق. نفصلها عن شخصيتك كمعلق؟ لا 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 هي طبعا، يعني ممكن واحد يعتب يعني عليك، انا النهارده يعتب عليك في شيء كتبته في الفيسبوك يعتب براحته، بس يعني انا كاتب النهارده على صفحتي حاجه في ناس ممكن تكون زعلانه منها شويه، لكن هو ده الاحساسي انا، لو انا ما قلتش على صفحتي الكلام ده بحب باحترام بدون ما اجرح حد هقول الكلام ده فين؟ اقول لك انا قلت ايه، قلت كتير من اصدقائي الزملكاويه لما الزمالك بيكسب وهو سيء الاداء بيزعلوا، قلت معظم ومعظم الأهلوية من أصدقائي لما الأهلي بيكسب وهو سيء الأداء بيسعده بس خلاص، بس بالحقيقة هي مو بس خلاص. ليه؟ أنت شنو تقصد في الجملتين مختلفتين؟ يعني أصل جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي نادي اسمه نادي بطولات، تمام، أحيانا أنت بيهمك المكسب والبطولة وتزود عدد الكؤوس والدروع وفي حد تاني عنده حس كده سنسو خير عايز يستمتع بالكورة، جمهور الزمالك لما بيكسب وحالته مش كويسه بيزعل، جمهور الاهلي لما بيكسب وحالته مش كويسة. انا بقول على مين؟ على معظم اصدقائي ممكن يكونوا 50 واحد، جمهور الاهلي 50 مليون، انا مالي ومالكم، انا بتكلم على اصدقائي انا، دي وجهه نظري انا، بفضفض مع نفسي وبقول الكلام دون،
هل ده معناه تقليل من شأن النادي الأهلي؟ بس كابتن أحمد واضح أنك أنت تستخدم الكلمات اللي تقبل أكثر من معنى، يعني اللي عايز يقبلها يقبلها. أنت هو في قانون يمنع أن أنا أقول الكلام ده؟ بس أنت بالنهاية هل في تجريح في شخص حد؟ بالنهاية أنت يعني شخصية محبوبة من الجميع وتحاول أن ترضي أكثر أكبر فئة من المشاهدين. مش مسألة أرضي أكبر فئة، أصلي أنا رضا الناس عني مش هيدخل لي الجنة ويخرجني من الجنة. المهم عندك رضا الناس؟ لا، رضا الناس غاية لا تدرك. غاية لا تدرك. هدفنا إحنا أن إحنا نسعد الناس، خلي بالك بالحقيقة. ما سعدكش أنا بالفوضى ولا بالزيف ولا بكذا، أسعدك ومتعك ولكن بالحقيقة، الحق حق أن يتبع، شاء من شاء وأبى من أبى، وهي شغلانتنا إحنا دي كده. قول الحقيقة اللي قدامك وما ينفعش الحقيقة تبسط الكل للأسف. يعني أبو يوسف في نفس الموضوع وتقريرنا واللي تكلم عنه الكابتن أحمد الطيب، في بصمة للمعلق، في خصوصية للمعلق، حاول من حاول لكن بالنهاية الصوت معروف، الخطى في مسايرة الحدث معروفة، الإفيهات والقفشات معروفة. هو شو لا شك أن الزمن لدور، أيوة الزمن لدور كبير. يعني أنا ما وصلت الميكروفون بعد سنة أو سنتين بعدين بطلت، لا أنا استمريت سنوات، ويمكن فضلت حتى حياتي وراتبي ومعاشي وكل شيء حياتي في الكويت، فضلت التعليق على هذا الشيء، تخليت عنه، فأصبح أني أنا وضعت نفسي ملتزم لهذه المهنة ولهذا الدور. اخترت أن أكون معلق لقناة أوربت اللي يملكها إخوان سعوديين، وبالتالي اليوم احنا نتكلم القنوات الفضائية اللي تدار في هذا الوقت هي قنوات الجزيرة. صحيح. أو قنوات بيان سبورت، هي معرضة الآن إلى أمور كثيرة مالية، أمور كثيرة، هذا حسب ما يقال، مثل كل المؤسسات اللي تمر في ظروف، المؤسسات نفس الشيء اللي مرت في قنوات أوربت نفس المشكلة، وحصل طبعا صراع ما بين جهتين المالكين لقنوات بيين اللي هما الجزيرة وقنوات الأوربت، تنافس يعني، إلى أن توقفت قناة أوربت لأن دخلت فيها حقوق ودخلت فيها مباريات فهنا أنا كشخص كنت في تلفزيون دولة الكويت، تلفزيون حكومي، لكن لما انتقلت إلى قناة أوربت دخلت في قناة فضائية خاصة يملكها الناس شرفاء احتراف المملكة العربية السعودية، هم بالفعل ناس لهم تقدير على رأسي لحد الآن ولهم أدوار إنسانية معاي أكثر من أدوار اللي تقوم فيها أي مؤسسة، فبالتالي احترمتهم واشتغلت معهم إلى أن جي وقتي لين أوصل لمرحلة وعدت إلى الكويت الحمد لله، ولكن وجدت الجو في داخل الكويت الآن يختلف تماما، ما في أي مشاكل، يختلف تماما عن مهنتي الأولانية، وصلت أني لا أستطيع أن أتحمل في الاستمرار. فلكن أنت ما تقدر تحكم على نفسك في مثل هذه الأمور، في تفرض عليك بعض الأمور، تفرض عليك أنك أنت تتجه وتوقف في هذا الحد. يعني الزمان تغير مثل ما يقول. أنا حاب أعرف بدايات الأستاذ خالد يوسف الحرام مع أوربت وكيفية التعاقد معه، لكن اسمحوا لي بعد الفاصل. انطلاقة أمامية من جديد السيد حمدي، السيد حمدي كان له انطلاقة جميلة، وليد الهشري، يا سلام يا سيد، يا سلام يا سيد، يا سلام يا سيد، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، الأرض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى أنين العابدين، ونحن لا ننسى المخلصين والموهوبين، في النهاية إن شاء الله منتصرين.
الكابتن احمد الطيب يستاهل انه يسمعها طلال على الهواء. تفضل. بشكر طلال طبعا مخرجنا الجميل، عمل تقرير جميل للكابتن خالد الحربان، بشكره ايضا على هذا التقرير، واكيد مع بقيه فريق العمل الحقيقه العزيز هاني يستاهل اكثر من المجموعه كلها. شكرا شكرا طلال. شكرا. ناخذ اتصالات ولا نكمل نقطتنا؟ يلا اتصالات. اوكي، معاي الصحفي الجميل الكابتن احمد عبد اللطيف، حياك الله يا كابتن. مساء الخير يا كابتن ماهر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جميل روح. متعتونا النهارده بمنتهى الامانه. حبيبي احمد. كرويه ممتعه، بس برضه يعني كابتن احمد الطيب دايما صائد البطولات، انت ما عادش تصيده النهارده على فكره. ايه ما صباح الخير يا احمد. ما حد يقدر يصيد استاذ. صباح الخير يا احمد. وحشنا احمد نواف الكويت. ابو يوسف وحشتنا، وانا سعيد النهارده اشوفك اسمع صوتك كابتن راشد والجنرال وكابتن اسامه والصديق العزيز الكابتن محمد كرم، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. انا بس يعني حبيت انا يعني السهره النهارده قويه وجديده، فحبيت بس انا طبعا هطلع من الجو كله واروح الجو المصري شويه عشان الجو المصري من زمان وحشنا نتكلم فيه، فرصه ان كابتن احمد طيب موجود نتكلم فيه. اتفضل كابتن. كابتن احمد انت يعني الجمهور المصري كله طبعا يعني زعل منك على موضوع البلانتي بتاع الاسماعيلي والزمالك، ولكن ليه ما زعلوش من كابتن عصام عبد المنعم لما طلب جمال الغندور انه يحط اربع الحكم الخامس في المباراه بعد مباراه الداخليه؟ مش عارف يعني هل هو كيل بمكيالين ده امر. الامر الثاني، انت ايه رايك في موضوع الاحتراف اللي بيدار به الرياضه المصريه حاليا؟ يعني احتراف وتسويق برزنتيشن وشركات تسويق والامور دي، ونشوف دايما يعني معلق او مقدم برامج يطلع مقدم برامج في قناه وبعد شويه يطلع مذيع استوديو تحليلي في قناه ثانيه. الامر الاخر، هل الكره المصريه مع وجود المدربين الاجانب في الزمالك والاهلي ومنتخب مصر، هل هنشوف منتخب مصر بشكل اخر بعيدا عن فتح مبروك، بعيدا عن شوقي غريب، بعيدا عن محمد صلاح وميدو وحسام حسن في الزمالك وفي الاهلي وفي منتخب مصر في فتره فاتت؟ الكره المصريه بعدت فيها ثلاث سنين كاملين عن بطولات افريقيا، وده طبعا شيء لن يتكرر، ونتمنى ان التاريخ ما يكرروش زي ثوره 25 خزائر لما راحت بخسائرها، راحت بانجازات منتخب مصر، راحت بالامور دي. دي حاجه. ثاني حاجه، انا ما سمعتش رايك النهارده في موضوع الاتحاد المصري واللي بيدار في الاتحاد المصري، هل ستكون يعني مش عايزين نقول كويت اخرى او مشاكل الاتحاد الكويت الاخر، هنشوف في الاتحاد المصري ومشاكله مع الفيفا وايقاف نشاط، خاصه ان احنا عندنا الاهلي مقبل على بطولات، مقبل على دوري مجموعات، الزمالك مقبل على نفس الامور، منتخب مصر ربنا كرمه والحمد لله تاهلنا وعندنا امل كبير ان احنا نشوف نفسنا في روسيا 2018 ونشوف نفسنا في قطر 2022. شكرا. الامر الاخير عشان احمد بس اسف عشان الوقت، وهذه اربع اسئله. شكرا لك احمد. اسئله تكفي جورنال لبكره. طيب اخذ نواف. نواف صباح الخير. نواف تفضل انت على الهواء. نواف ولد ابو نواف. نواف تفضل. نعم. اذا جاهز نواف ما خلى احمد جاهز عياله بحب جاهز. نعم. شلون سليمان تفضل يا سليمان. لا. صباح الخير. صباح الخير. حياك الله يا سليمان تفضل. الله يحييك. صبح الكباتن وعليكم، وبغيت اكلم ابو يوسف. تفضل. دام فضلك. صبح كرم خير ابو يوسف. اهلا وسهلا. ما قصرت. الله يعطيك العافيه على السنين الحلوه هذه اللي متعتنا فيها. ايش رايك ابو يوسف بالنسبه حق دوري الدرجتين ومقارنته يعني مع انجازات المنتخب الكويتي؟ دوري الدرجتين، رايه بدوري الدرجتين. اي اوكي سليمان. اي شكرا. بالنسبه يا تفضل. اي بالنسبه حق حياده ابو يوسف، ما شاء الله يعني كان حيادي وكان بعد يوقف مع الفرق اللي اول مره تاهل، يعني نفس 86 الفحيحيل والجهره بال90 كان يأيد الفريق يعني اللي تو طالع او ينافس او يوصل النهائي، هذه ميزه فيه. نعم. ويا ليت تسمح لنا ابو يوسف لقبك كبير المعلقين. هو فعلا هذا لقب المعلقين. هو فعلا هذا لقب كبير وشيخ المعلقين. مشكور يا سليمان. شكرا فيك. شكرا بارك الله فيك. هاني صباح الخير يا هاني تفضل انت على الهواء. صباح الخير. حياك الله يا هاني تفضل. شلونكم طيبين ان شاء الله؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. اصبح عليك وعلى الكبات الموجودين اللي عندك. الله يصبحك. ما شاء الله ما شاء الله عليهم منورين الشاشه. شكرا لك. وعندي سؤال بس حق ابو يوسف، وهو مو سؤال تعارف بس. تفضل. يتكلم لي بس على المعلق السابق جاسم مجلي. كان يعلق معاه بنفس الوقت اللي هو كان يعلق فيه.
فالشباب شنو يقولون؟ كانوا يقولون ان كل المباريات يعلقها خالد الحربان اللي هو يوسف. كنت انا اتراهن معاهم على اساس انه نص التعليق او بعض التعليق حق جاسم جلي وبعض التعليق حق المعلق الكبير ابو يوسف، واتمنى ان شاء الله يشيد فيه. ان شاء الله ان شاء الله. مشكور يا هاني، شكرا لك. كابتن احمد، الاحتراف بين القنوات من الاعلاميين، هذه النقطة الأولى. المنتخب المصري هل يعود إلى سابق عهده؟ منتخب مصر تدريجيا بيعود لسابق عهده، عملنا اللي احنا ما عملناهوش في آخر 5-6 سنين، ما رحناش كأس أمم أفريقيا من 2010، أدينا بنروح دلوقتي الحمد لله خطوة إيجابية تدي نوع من التفاؤل للفترة اللي جاية. يعني بقول لأحمد ما تقلقش إن شاء الله، موضوع الاحتراف والمعلقين والمذيعين والمقدم البرامج يطلع من القناة بعد الظهر نلاقيه في قناة تانية، الصبح بنلاقيه في مكان ثالث، ده محتاج انضباط فعلا، محتاج قانون يحدد هذه الأمور. إلى جانب أن المسؤولين في الاتحادات مهم جدا أن هم ما يشتغلوش في الإعلام، لأن بيستخدموا الإعلام كوسيلة إما بأخبار خاصة وحصرية ليهم على المستوى الشخصي أو توجيه رسائل لأجل مصلحتهم، برضو دي أمور كلها محتاجة انضباط. حضرتك بعقد مع قناة الكاس وتعلق فيها؟ أنا قناة الكاس قناة مشكورة الحقيقة، مدياني الأوبشن ده، يعني أني أنا في قناة الكاس كنت متعاون مع قنوات الجزيرة ثم بي إن سبورت، ولكن بي إن سبورت الفترة الأخيرة إحنا ما بنعلقش فيها، لأن في نوع من يعني مش أزمة مادية بقدر ما إنه نوع ترشيد شوية لبعض الأمور، وإحنا متعاونين من قناة الكاس مع قنوات بي إن سبورت، فأنا معهم من 2008، دلوقتي في نوع يعني استراحة شوية كده، وممكن بعد كده الأمور تستجد، حتى إن تم الاستغناء عن بعض المتعاونين مع قنوات بي إن سبورت برضو لترشيد. لا أنا بس أوضح على موضوع إن الاحتراف الإعلاميين يطلع في قناة إلى قناة أخرى، حضرتك قاعد تطلع في قناة من قناة إلى قناة أخرى لكن بضوابط. أنا قناة الكاس مشكورة سمح لي بالأمر دون، وبشكرهم إن أنا موجود كمان هنا النهاردة، دي حاجة تشرفني طبعاً. كلنا سيد عيسى الهتمي لي كل التقدير، في اتفاق ان بما لا يتعارض مع قناة الكاس اما في نفس البطولة او في نفس اليوم. يعني انت ما ترفض لكن بضوابط، يعني قناة الكاس بتذيع الدوري القطري ما روحش انا قناة تانية بتذيع الدوري القطري، مفهوم. يعني قناة الكاس عندها ماتش النهاردة ما روحش انا في نفس اليوم اذيع ماتش وانا عندي ماتش النهاردة روح في مكان تاني، مفهوم. ده بانضباط طبعا وضوابط. لكن اللي قاعد يصير في بعض القنوات ان في نفس البطولة يظهر فيه اكثر من قناه، يعني انا ما اعرفش الكلام ده، لكن بالنسبه لي انا في ضوابط الحقيقه حطيناها في قناه الكاس واحنا بنشكرها. اللي ترفضه انت ان يكون في نفس البطوله يطلع فيه اكثر من قناه؟ لا طبعا ده غلط، المفروض في نفس البطوله انت ملتزم بقناه واحده، يعني على الاقل تقدير، يعني دي نقطه في منتهى الاهميه. ابو يوسف سالت عن دوري الدرجتين، ايش رايك فيه؟ يعني اكيد اختلاف عن دوري الدمج وتاثيره على المستوى. والله طبعا انا اعتقد احنا الان يمكن وضعنا الكروي الحالي شيء ما يصير، ما يصير اي انسان في الكويت فيما يحدث الكرة عندنا في الكويت، والله يساعد حيل اتحاد الكرة، والله يساعد الأندية في نفس الوقت. الأسلوب اللي إحنا نحتاجه، يعني مو أنا كمعلق إني أكون رأيي، يمكن في ناس يستحقون هذا الرأي اللي هو أمثال محمد كمدربين كناس مشرفين، الناس اللي في الأندية رؤساء الأندية هم اللي يسألوا عن هذا الوضع، لاني انا يمكن معرفتي وخبرتي ما اقدر اقول والله دوري الدمج احسن من دوري الدرجتين، لكن كل دوري له اسس، يعني في اسس، هل النقله من دوري الى دوري المسؤول عنها اتحاد كره القدم بالدرجه الاولى، مسؤول عنها الانديه الرياضيه كلها مدربينها مشرفينها مشرفين الفرق، وهذا شيء موضوع كبير جدا، وهذا اللي دهورنا لحد الآن قاعدين ما نعرف وين فيه. تمام. سألت عن المعلق جاسم جلي. جاسم جلي معلق ممتاز الحقيقة، ولكن للأسف يعني مع احترامي ما أدري عنه والله فيه. ما استمر. يعني يمكن ترشحه يروح بطولة ويتفق عليه وتصرف له كل الأمور، تلاقي قبل البطولة بيوم يعتذر. يعني هذه طبعا ظروف خاصة لم تدخل فيها، ولكن أعرف أن في الفترة الأخيرة الرجل بدون أي شيء، يعني بدون امتنع، يعني ابتعد عن الرياضة بشكل، ابتعد عن الساحة تماما، عن التعليق. بس كان وياك بالساحة بالتعليق من دولة. نعم. عقب أبو يوسف كان معاه، يعني دور كبير عقب أبو يوسف ليش يعني أنا بعد تركت الكويت رحت أوربت تركت. تمام، خلني في أوربت أبو يوسف، شلون تم التعاقد معك لقناة أوربت؟ طبعا أوربت قناة فضائية
أول قناة فضائية تحدد الخليج قبل أي قناة. نعم. فأغربت أمراء السعوديين ناس الحقيقة مانة يمكن تلقى الآن لأنها بالساعة الساعة أنا أشوف لها علي صورة عليها صورة الأمير المغفور له الملك فهد خادم الحرمين الشريفين طيب الله ثراه. نعم طبعا الأمير فيصل بن فهد ناس هذيلة اللي كانوا يحملون عبء الرياضة في داخل السعودية أرادوا أن يعملوا قناة فضائية. وبالفعل كان أيامها قناة الأوربت وقناة إيه آرتي كان القناتين كان في عمل ما بين القناتين منفصل هذا ليس علاقة بالآخر. الإيه آرتي طبعا مالكها أيضا تظرف بعض الأمور تغيرت مجاريها أكثر من مرة لأمور خاصة. أوربت حاشها نفس الشيء لأن القنوات الفضائية خاصة. القنوات الفضائية فيها مصاريف كثيرة ودوريات يدفع لها أموال فأعتقد زاد الثقل عليها. فظهرت قناة الجزيرة كقناة كبيرة مستمرة وحصل لها دعم كبير كبير ما استطاعت قناة أوربت أنها تستمر. وهذا اللي احنا سمعنا أنا شخصيا يعني مع النجاح تعرضت إلى ضغوطات إلى هجوم لا نجحتوا كنا نتابع أوربت لا نجحنا في أوربت لما تعرض إلى أي شيء أي مضايقات أبدا ما تعرضنا إلى أي شيء إنما القناة أنت تعمل دوريات كبيرة إنجليزي إسباني غيره لما ترجع تنخفض هذه الدوريات ما عاد عندك مستوى فبالتالي أنت من ضمن الأدوات اللي تمشي من هذا من هذا من هذا المجال. وبالفعل أنا هذا اللي حصل. عندي هنا المشاركات في التويتر يسألني يقول لي أبو شهد اسأل المعلق خالد الحربان العربي طاح الدرجة الأولى ولا لا. موضوع طوينا هذا يعني ما نبي نفتح من جديد موضوع العربي هبط للدرجة الثانية أو لا أو الأولى يعني موضوع لا أخذ حيز من النقاش والمساحة كبيرة ما يمدينا الحين. هنا أبو مشاري يقول ماهر اسأل الكابتن أحمد طيب هو من هو أكثر بطولات برشلونة أم الأهلي؟ يعني المفروض ان النادي الاهلي دلوقتي اكتر بطولات من برشلونه كعدد بطولات اما كقوه منافسه في البطولات برشلونه البطولات اللي خدها اكبر لكن احنا لينا ان احنا نفتخر ان احنا لينا حد بيمثلنا صاحب رقم قياسي على مستوى العالم ما دامت المنافسه في القارات مرتبطه بالقارات فاحنا لينا كعرب وكمصريين احنا نفتخر بان عندنا النادي الاهلي هو الاكثر على مستوى العالم حظا البطولات دي حاجه تشرفنا كلنا في شكل ابطال العالم ده. عندي هنا مساعد السلمي وهو مدرب وطني مساء عليه بالخير اخوي مساعد يقول السلام عليك اخوي ماهر وعلى الكباتن يجب على المعلق ان يثقف نفسه اكثر المعلومات عن اللاعب والفريق. هنا يقول محمود الجنيد متى تحط هي الهويدي ما يلام فيها الحربان الهويدي ضيع اكثر من 6 اهداف محققه وتحياتي لابو سالم البركه زواج الولد والله يوفقه. مبارك الظفير يقول بشاهد حلقه تاريخيه بوجود العم ابو يوسف والمعلق المفضل لدي الكابتن احمد طيب ما قمنا نشوف احمد طيب يعلق على المباريات مثل قبل. فهد الراشد يقول حربان الله يطول بعمره كان يعلق واذا القدسيه يقول يقول على العربي مستحيل تقول انه عرباوي حتى القدساوي ما يفرح ويعلق نفس الحربان كبير يا الحربان. أبو حسين يقول كلنا نعرف أن الحربان عرباوي لكن لما يعلق يكون بقمة الحيادية ويعطي الفريقين حقهم عكس المعلقين الحاليين ناقص ينزلون مع فريقهم المفضل. عاشق الكالتشو يقول سؤال للكابتن أحمد طيب ما هي حظوظ الأزور الإيطالي باليورو وهل يتوقع نجاح كونتي بالدوري الإنجليزي ولا لا وما هي أفضل مدرسة تدريبية. رعد حمودي برق هذه القرشه من ابو يوسف بصراحه بعض المعلقين ظاهره صوتيه احمد طيب وشيخ المعلقين هم من يقال عنهم معلقين في اهتمام في الدوري الايطالي تحديدا وانت لك علاقه وطيده بالدوري الايطالي كابتن. مبروك لليوفي الفوز باللقب المره الخامسه على التوالي وال34 تاريخيا وايطاليا لما بتفوز برضه ده جزء لصالح كره القدم لان ايطاليا كايطاليا وكانديه ايطاليه فيها نسبه الكاتناتشو او الدفاع كبيره شويه فدي برضه سياسه او فلسفه ان الناس تقتنع ان الدفاع ممكن يكسب مش عشان اكسب لازم اروح اهاجم زي ما اسبانيا بعظمتها وروعتها هجمت وراحت كسبت زي ما فرنسا خدت كاس العالم مع زيدان لما هجمت ايطاليا بتدافع وبتكسب فنعرف ان في حاجه اسمها انا بدافع عشان اكسب
يبقى لما اشوف مدربي وفريقي بيدافع ما اقعدش اشتم فيه ولا اتخانق معاه انت بتدافع ليه؟ ما تخافش ده هو بيدافع عشان يكسب، بس الاسلوب مختلف. الاسئله كثيره ومن ضمنها سؤال احمد وايضا بالتويتر، ليش ما قمنا نشوفك زي الاول؟ انا عندي بعد بكره ان شاء الله تعليق شاء الله. على نهائي كاس قطر ما بين الاخويه ونادي الجيش. من الاغرب؟ نعم، من الاغرب الفوز والله. الاثنين تاهلوا لدور ال16 او خلاص اخويه ما شاء الله. الاثنين الحقيقه كويسين جدا جدا جدا، وعندهم لعيبه كويسين، واثنين مدربين ممتازين للامانه، ودي مش دبلوماسيه يعني، دي الحقيقه يعني. واحد خرج الريان بطل الدوري، الثاني خرج السد. الاخويه طلع الريان. في نقطه مهمه استاذ ماهر، مهم انها توصل في الحوار. يعني انا من النوع اللي ما بتراجعش خطوه في اي قرار باخده، لاني بكون عارف قيمته قبل ما اخده. ولكن للتوضيح، نادي الزمالك ما خدش الدوري والكاس معا من 28 سنة. نادي الزمالك ما خدش الدوري من 14 سنة. الأهلي بقاله 14 سنة عمال ياخد دوري وبطولات أفريقيا وكاس عالم أندية وبيعيش أحسن فترة في حياته. وبالتالي الحيادية بتقول إن الأهلي ياخد 8 كلمات حلوين والزمالك كلمتين. هو ده الحياد. الحياد ان انا ادي لك حقك بما يتناسب مع كفاءتك، مش الحياد ان انا ادي لك 5 كلمات حلوين وده 5 كلمات حلوين يبقى انا كده محايد. لا، الاحسن ياخد كلمات اكتر. فالاهلي عمال ياخد 8 كلمات حلوين والزمالك كلمتين حلوين. السنه اللي احنا فيها اللي خلصت دي، الزمالك بعد 28 سنه خد دوري وكاس، وبعد 14 سنه خد دوري، وهو الاحسن، ومعظم لعيبه المنتخب من لعيبه نادي الزمالك، واللي خدوا احسن اللاعبين من حراس المرمى راس الحربه من نادي الزمالك. يبقى حق الزمالك ياخد الثمان كلمات الحلوين السنه دي ولا لا؟ جمهور الاهلي ما تقبلش ان الزمالك ياخد الكلام الحلو، لانه ما تعودش ان يتقال على حاجه حلوه الا هو. كنا محتاجين تحضير لهذا الامر. مفهوم، هي دي المشكله باختصار. مفهوم كابتن احمد، خذ الامر. اسمحوا لي اطلع الى فاصل اخير في هذه الحلقه ومن ثم اعود. ليطح الله كبير يا ليطح. هذا ما يدري بيلعبها لتويد تويد لعبها دخيل. صحها جماسة سعد الحوطي، حوطي بيلعبها لناصر الغانم، ناصر العلا بينية قريبة يوسف جول. الله جول لمنتخب الكويت الوطني. كرم ماخذها وماشي يحاول كرم فيها بيعدي من واحد، كرة معه بيلعبها لي عبد العزيز العنبري، العنبري بيعدي وكرة معه بيشوت العنبري حلوة. الى العنبري عبد العزيز، العنبري بيطول قدام عجاز بن يعقوب ولا اللي بيحضر الجول، يلا حضر عمرو على حضر الجول. جول الله الله ربي، شنو هذا يا شباب؟ عندي هني فهد الخلف يقول حربان يعتبر من نجوم الكره الكويتيه مثل جاسم والعنبري والحوطي والدخيل ومعهم الشيخ فهد الاحمد، اسباب نجاحهم انهم اسره واحدة. هني عندي يقول فهد الخلف أيضا أحمد طيب المعلق الذي يثقف المشاهد وكأنه يحضر أو يحضر دورة تدريبية في خطط كرة القدم. أبو يوسف تذكر المباراة اللي تحس أنه أفضل أداء لك فيها أفضل أداء، وأبي أيضا المباراة اللي حسيت أنك ما توفقت في التعليق؟ لا شوف، مباراة ما توفرت فيها في التعليق كثير الحديدة اللي تكون خفاقات سيام المنتخب منتخب كثير يعني. أما المباريات اللي أنا أحس فيها كأداء وكعطاء المنتخب، هذا الشيء مؤكد أنها كأس الخليج الأولى، هدف العنبري الأخير، وبشت بسليمان أعتقد هذه كانت حدث دورة خليج الرابع بعد فوز الأولى والثانية والثالثة والرابع، أعتقد كانت صورة تكميلية لهذه من أكثر المنتخبات. بالنسبة
لكأس العالم مباراة افتتاحية لما فيصل بدي خيل جول، هذه كانت مباراة تعتبر على نمط يعني عجيبة وهدف نعتز فيه. فهذه الحين الأشياء اللي وكثير يعني سنوات في المباراة نرفزك الحكم. نعم قلت هذا هذه بلنتي أي مباراة ها؟ ما في كأس العالم مو بلنتي صح؟ كأس العالم هذه طبعا إيه مو بلنتي أكو أشياء علينا. أكو أشياء طبعا تعرف يعني ما أحضرني ذكرها الآن لكن إحنا نذكرها أكيد إيه إيه انت مولود الحكم إيه؟ مولود كنت مولود لا تمام شفت العالم موجود كأس العالم مشاهد ابو يوسف اذا تذكر الهدف الثالث نهائي كأس آسيا الكره بنص الملعب انت صرخت جول ايه تذكره جول على كوريا على كوريا على كوريا جاسم ايه يعني كان لا كان في ثقة اللي إيه هذه اللي قال لازم جول لازم جول أول شيء قال جول بعدين قال لازم 18 قال لازم جول إيه صحيح بس هو قال جول من الملعب قال جول جول قال جول كابتن أحمد لا هو أكو مالت كوريا الأولية مالت كان سمع اللي قال كوريا تروح كوريا إيه كوريا تروح كوريا الكويت تروح إسبانيا هذه حتى نيوزيلندا بعد لعبة نيوزيلندا لا كوريا كوريا تروح هذه 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 البلنتي هذه بلنتي لما حطها سامي الحشاش اعتقد لا كوريا كوريا سامي نيوزيلندا مارت العنبري سامي حط راسه سويد كورنر لا ما نيوزيلندا نيوزيلندا زين انزين بس كوريا بس اللي نبي نقوله اللي نبي نقوله ان مرات في مباريات تكون ثابته بالذهن ثابته بالذهن وهذا اللي راح ياكد لي او ينفيه الكابتن احمد الطيب مرات تكون انت تشجع فريق منتخب خلينا نفترض منتخب مصر وانت علقت على منتخب مصر كثيرا اكيد المعلق يحس انه وفق في هذه المباراة رغم خسارة المنتخب تحصل هذه؟ آه طبعاً بس أحياناً حزنك على خسارة منتخبك بتغلب على أي حاجة أنت نجحت فيها أو كسبتها منطقي أكيد بتغلب دي يعني مهما كنت مجتهد جواها لكن في مباريات تانية أنت بتشعر فيها أن أنت جزء من النجاح بتاع المباراة كنت توفيق ربنا كان في ماتش لي أنا من 13 سنة ريال مدريد واليوفي في تورينو مباراة العودة وكان زيدان أول مرة يرجع لتورينو بعد ما راح ريال مدريد واليوفي كسب ساعتها 3 وتأهل للنهائي بعد كده مع الميلان وساعتها الكاميرا وقفت على زيدان بعد ما ديلبيرو سجل هدف وطلعت مني جمهور تورينو جمهور اليوفي كله بيقول لزيدان اشتقنا إليك فعلمنا ألا نشتاق ونحن يا زيزو ما فرقش معانا الفراق الله إن أنت لما سبتنا ومشيت وفرقش معانا احنا كسبناك فطلعت في حاجات بتطلع احيانا هذا طلعت عفويه ولا كنت مجهزها لا دي عفويه 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 بس هي جوايا متخزنه موجوده متخزنه ما انا برضو مش الموضوع مش للدرجه كتوظيف وظفتها عفويه اه في مباراه الاهلي والترجي على ذكر الاهلاويه اللي بيزعلوا الاهلي والترجي من احسن الماتشات اللي انا عملتها في حياتي في التعليق كان الاهلي والترجي في تونس 2012 الاهداف بتاعته اتزعت من شويه الاهلي عمل مباراه عظيمه من احسن الماتشات اللي عملها في تاريخه خارج مصر بيلعبوا كانه رغم مباراه الذهاب كانت 1-1 في القاهره يعني الأهلي يخسر لو المباراة 0-0 الأهلي عمل مباراة عظيمة مع المدرب حسام البدري سجل هدفين ساعتها جد ووليد سليمان وادينا النادي الأهلي حقه تماما لأنه يستحق دون طبعا التقليل من شأن وقيمة وتاريخ نادي الترجي وجمهوره في تونس لما سؤال الأهلاوية أن أحمد طيب ها أعطاكم حقكم قالوا لا لأن إحنا نمثل مصر فهو بالنهاية عامل وطني وحس وطني والله هم يقولوا احنا دخلنا كده في موضوع الخناقات بدكوا كلمتين حلوين هذا عشان كده ترى هو احنا طيب لما يكون متواجد في اي لقاء او ما الى ذلك يكون هاجس موضوع الاهلي والزمالك مصاحب لك دائما والله في ناس افتعلت هذه الفكرة وانا ما بقدرش يعني اقول له يا اخي ما تجيبش سيرتي يعني مرة واحد بيقول لي انت زملكاوي وانت قلت له يا اخي ما انت اهلاوي هي الزمالك دي تدخلك النار والاهلاوي دي هتدخلك الجنة يعني انت بتقول لي انت زملكاوي طب ما انت اهلاوي ليه بتقول لي ده انت زملكاوي هي سبه طب ما انت اهلاوي مثلا فمش هنخلي دي تاثر علي وبرضه خلي بالك مهما حصل باذن الله عمر ده ما هياثر على انك تجامل الزمالك اكتر من حقه او تقلل من قيمه الاهلي اكتر من حقه لان الاهلي قيمه ومكانه وجمهور كبير كتير منهم ناس عظيمه وفي ناس منهم لسه صغيره مش عارفين يعني ايه لما تكون وحش يتقال عليك وحش زين زعل منك او بعض الاعلاميين زعلوا منك توني ذكرتها هذه وانا متابع طبعا للدوري المصري زعل منك لما وصفت بعض الاعلاميين بالمشجعين ودخلت في متاهات في هذا الجانب ده حد اريح كم حاجه ده مهني اللي بيقول لك ولا مين لا والله مش مهني يعني انت مو واثق اني انا متابع لا 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 واثق طبعا اقول لك حصل ايه بالظبط انا كنت بذيع مباراه اهلي وزمالك كنا في استاد برج العرب وكان الجمهور اللي يدخل مش كتير تعرف مباراه بدون جمهور ففي جزء جنبي موجود فيه
إعلاميين وموجود فيه جزء من الجماهير القليلة اللي بتدخل، والكاميرا جت في المدرجات فيها واحد من الإعلاميين واقف وبقيت اللي جنبه عمالين يسقفوا، وقالوا تاني يوم وعلقوا على الفيس إن اللي واقف ده اللي هو الإعلامي فلان الفلاني ده وكان مهيب زملكاوي فزعلان لما يفونا جاب الجون. إذن أنتم مقتنعين إن في إعلامي في المدرج جنبه جمهور في المدرج، فلما يطلع ده من المكان ده وأنا شايف فيه إعلاميين فبتقول جمهور، فهم شجعوا النادي الأهلي، فقلت إعلاميين بيشجعوا النادي الأهلي يقولوا النشيد الخاص بيه موضوع ما يعني. وهذا هذا من أي باب، باب السلبية ولا الإيجابية ولا من حقهم ولا مو من حقهم؟ من حقهم ما دام هم إعلاميين في مواقع تخص النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، لكن إذا كان إعلام بشكل عام مش من حقه يدخل في هذا الشكل. مشاهد خلنا ندخل شوي، لأن حتى التعليق بيوسف يعني المعلق الوحيد أعتقد أنه هو اللي يعطي الألغاب ويعطيها صح. أي هذا بيوسف يعني كنت تحضر حق يعني الألغاب طبعاً. لأن هني تعليق ما فيها ألغاب، هني تعليق تعطي اللغب صح، يعني فيصل الدخيل أعطيته الملك. لا 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 الملك شهيد رحمه الله عليه فهد احمد سمى وبعدين لا لا يعني فارس الاسود بس الالقاب معروف فيها فارس الاسود يعني التعليق انا اعرف الشهيد بس هو قاعد يقول له ملك الملك والمرعب المرعب المرعب جاسم يعقوب ممكن الالقاب هذه اولا ممكن تطلع مني انا او ممكن انا اكدها يعني مثلا فهدان الله يرحمه هو اللي لقب جاسم يعقوب المرعب انا اكدت انا فيدان ايه فيدان انا اكدت في الملعب يعني فيدان من المدرج المرعب المرعب انا اكدت هذا اللقب ففي بعض الالقاب هذه تصير فانت دورك عاد في اعلامي ودي موهبه وملكه مش اي حد برضه فارس الاسمر فتحي فارس الاسمر فتحي لا لا انا لان قلت فارس الاسمر الاسود في البدايه قلت الاسود ايه الاسود على طول بعدين قلت فارس الاسمر هو مو اسود اسمر الفارس الاسمر ولقبت العنبري بعد العنبري المخلص مخلص خلص لعبه قطر هاي هذه مني ففي بعض الالقاب يعني ممكن انا اكدها تجي من داخل المدرج وانا اكدها وفي القاب لا تطلع منها بس في لقب جبت يعني احنا عارفين ثلاث اقوال هاتريك انا مره من المرات قلت لي يا ماتريك وين شنو وين هذه ماتريك ابي اشارك الكباتن انا اسف يا جماعه سامع راشد محمد لا خلهم ابو علي انتم عارفين اعطي فرصه حق الناشئين فانا اسف جدا لكن انتم طبعا ناشئين ابو علي ابو علي شنو يشدك بالمعلق انت المعلق لما تقعد تطالع المباراه انا خل اقول لك شغله انا اخاف ان يزعلون اخوانا ايش من احب راح تقول رايك مع انه مع احترام واسمعهم واحط يعني امانه طبعا الحرمان لكن انا احب التعليق المعلق الانجليزي الهادي يوصف المباراة شو يقول لك لا ويقول لك شنو بيصير والكرة والمخرج مع المعلق المخرج حاط الكاميرا على اللي بتوصل للكرة قبل لا توصل للكرة يعني ما نشوف الدوري الإنجليزي هالإبداع هذا الدوري الإنجليزي مو تقليلا طبعا هذه أرى أنا جدي أحب إن شون طريقة الجول شون ويقول لك الجريت اللاعب العظيم وهالأمور هذه فاعتقد ان شوف المدرسه الهاديه يعني بالتعليق محمد ابراهيم لا انا ما اتفق يعني هذا حق له هو يبتدي انت تتفق هو لان انجليزي ما يعرف اتفق هو انجليزي ما يعرف انا اعرف انجليزي ما اعرف تعلمني فيه والله ما ادري انت ما تعرف انجليزي شلون نطلع ما تعرف انجليزي انا ما اعرف انجليزي هذا سامكاو انا درسك انجليزي زين محمد ابراهيم انت شو تشوف؟ لا درس مدرس الانجليزي اللي درسني علم بعض كفو بعلي كفو بعلي يشدني المعلق العربي واحمد الطيب اي نوع من المعلقين العرب لا اللي ايضا يعطيني قراءه مباراه قراءه مباراه تعطيني اياها نستفيد منها طبعا خالد الحربان هذا جيل ثاني يعني هذا مدرسه ثانيه راشد ديح انا بالفعل انا ما ودي اتكلم عن الكابتن احمد ولا الكابتن ابو يوسف انا يشدني المعلق المثقف اللي يكون محضر لكل المباريات يعني ويقول لك أمور كثيرة أنت تجهلها أو بحكم خاصة الأمور اللي أنت يعني المباريات البعيدة عنك كمعلومات يعني معلومات يعني بس ترى الحين الموضوع معلومات أسهل من قبل الآن أنت يعني زر واحد تعرف كل المعلومات قبل في بعض المعلقين كابتن أحمد شارك في التفكير هذا بعض المعلقين يمتاز بأن يجلب المعلومة ويبحث عنها نفس الشيء وشاهد نفس الشيء يعني لما تكون عنده قراءة فنية كاملة
لما يتكلم في امور فنيه كتكتيك كقراءة. نعم هي اسامه والله شوف يعني انا احب الفوضى اسامه الفوضى اسامه زين قلت اسامه ولا كنت بنام اسامه ليش تحسسني بتاني بالضمير يا اسامه لا لا المفروض تتحمل معاي هالمسؤوليه لا تحمل تحمل شكرا لا شوف لا والله انا احب المعلق اول شيء يعني يعطي المباراه حقها ثاني شيء يثرينا يعني خصوصا بعد توقف اي اي اي, أي اثناء التوقف يعطينا معلومات مثلا عن الفريق عن اللاعبين عن بعض اللاعبين عن بعض المناسبات عن بعض الاحداث اللي قاعد تصير فيعني يثرينا معلومات بهذه باثناء المباراه يعني شوف ترى ابو شاهد ابيك تجاوب نقطه مهمه قبل ما تعلق الانجليزي عشان قبل لا انسى الكلمه المعلق الانجليزي ترى مع اللعبه الحلوه الجول حلو ترى إيه بس مو يتحمس مو بهالصخب إيه نعم ترى أنا ما عندي وقت نعم. بس أبي أسأل سؤال ولكم أنتوا الأربعة وأبي إجابة الكابتن أحمد والكابتن خالد تكون ختام برنامج نعم. منو اللي نرفزك من المعلقين مو أسلم طريقة المعلق اللي ما تستهويك اللي تحس إنه ودي أسكر المعلق اللي جو اللي حطوا الكرة اللي دشت الكرة جول قال جول البارد اللي عادوها بالبطيء في برود بالتعليق اللي حطوا الجول جول حطه بالوقت اللي حطوا الجول جول اللي حطوه بالبطيء عادوا الجول بالبطيء ها جول وهدف وهذا لا هذا ما تكرر يعني قصدك غير متفاعل غير متفاعل ايه يعني غير متفاعل مع محمد ابراهيم اللي تدخل في الامور يجهلها ما يعرف شيء بمعنى حتى بالجانب الطبي يدخل فيها نعم يعني يلقن المشاكل يعني إيه يقول لك معلومات يمكن كلها غلط ها اي وهذا مو معلق دخل بالتكتيك وهذا دخل بالتكتيك دخل بالتكتيك توكم تقولون دخل بالتكتيك لا لا في ناس اللي ما يجهل نقول لك ها اوكي قصدك القراءة السليمة تحب القراءة التأليف هذا ما تحب يعني حتى بالجانب الطبي حتى في الامور هذه كلها هو يقصد معلق 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 على المباريات العربية والانجليزية امانة ينرفزني المعلق اللي إذا فاز الفريق قال الفريق فاز وكان سيء بالملعب قال لك المدرب قرأ المباراة صح بمعنى شنو الستايل هذا فهمني أكثر يعني على أساس أن اللي فوز هو المدرب يعني ما عنده قراءة سليمة طبعا شوف يعني مع احترامنا لكل المعلقين أنت تتكلم عن ستايل ما تتكلم عن المعلق نعم تتكلم نعم عن طريق نعم نعم بس أنا أقول لك على الجزئية هذه في بعض المعلقين يدخل في متاهات يدخل نفسه في متاهات وهو يجهلها تأكيد حق كلام محمد إبراهيم أسامة أنا أقول المعلق اللي ما يعطي المباراة حقها مباراة تكون عالية وهو رتمه بطيء أعتقد هذا المعلق اللي نرفز يعني. الختام مع الكابتن خالد الحروان الكابتن أحمد الطيب في هالموضوع وشلون نوظفه في حوارنا كختام الآن في مدارس للتعليق في أسماء كبيرة في نجوم مثل ما قال الكابتن أحمد الطيب لكن يبقى هناك قناعات وهناك أهواء للمشاهد صحيح أبو يوسف هو شيء مؤكد طبعا المشاهد له دور كبير في الحكم على المعلق والمعلق اليوم أصبح دوره أساسي خصوصا الآن في التكنولوجيا اللي حاصلة الآن نعم. اللي حصلت الآن يمكن في الأول قضية البطيء قضية العودة نعم. المعلق ودوره وأعتقد المعلق الناجح يعرف عن نفسه أنه ناجح من خلال ردة فعل الجماهير بعد نهايته أنا بس قبل ما أروح حق الكابتن أحمد طيب عندي بعض الرسائل ذكر طبعا وتقول إحنا قمنا في الواجب وإن قللنا وكثر ما نسوي مقصرين بحق الكابتن أبو يوسف التكريم اللي تم قبل سنة أو سنتين من الأخ عبد الله الحمدان لخالد يوسف الحربان المعلق الكبير خالد يوسف الحربان كان في تكريم لحضرتك عبد الحمد وين في عبد الحمد كان في تكريم ها في تكريم ما تذكره وين في انا والله حضرت ايه انا حضرت اساطير كان اساطير الخليج اسمه وين في تكريم كان بالكويت الكويت اي صوب وين والله فندق رجنسي في ضرب فندق رجنسي ريال ناصر نادي انا اسف لا كان في فندق انا اسف للاخوان لكن بالنهايه ابو يوسف من كثر اللي كرموه يعني يمكن قد تغيب ان هذه الحفله انا اسف جدا لكن ابو يوسف انت محط اعتزاز وتقدير للجميع وكثر ما نكرم احنا مقصرين بحقك الحمد لله ابو يوسف الكابتن احمد الطيب موضوع القناعات والاهواء انا اولا لازم اوجه رساله شكر لكل المعلقين خصوصا اصبح في نسبه اجهاد كبيره في بعض القنوات لمعلقين اصبحوا بيعلقوا كتير والمعلق غير قارئ نشره الاخبار
مش هيقرا ورقه ويطلع يتكلم. المعلق مشاعر واحاسيس والمفروض المعلق بيعيش هذه اللحظات وبيتعب وبيجهد. مش معقول بعدها بساعتين تدي له يعلق على ماتش تاني او ماتش النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده. لا، لازم يكون اصلا هو عنده ريكفرنج عشان يبتدي يستعيد نشاط وصفاء عشان يشتغل، عشان يشتغل معاك صح ويقول لك الامور صح، لان المفروض انه بيجهد جدا طالما هيشتغل صح. الكلمه اللي بتزعلني من المعلقين اخواتي وحبايبي، واحد قالها والباقي مشي وراه لانه اللي قالها مش واخد باله منها واللي قالوها بعده ما فكروش فيها. حبش كلمه يقول لك الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين. ايه هو المدرب كان مطرود في الشوط الاول؟ يعني هو ممنوع المدرب بعد ربع ساعه يغير لعيب؟ هو ممنوع المدرب بعد ربع ساعه في الشوط الاول يغير طريقه اللعب؟ هو ممنوع المدرب في الشوط الاول يطلع مهاجم وينزل مدافع ويغير طريقه اللعب؟ فاللي قال الكلمه دي اصلا ما يعرفش ابعاد كره القدم ولا اي حاجه فيها. قال لك الشوط الاول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين، قال الماتش اللي بعده في قناه تانية. طبعا احنا عارفين الشوط الثاني شوط المدربين. بس كابتن يعني احمد ممكن كابتن احمد بس ممكن مداخله على كلامك سريع على كلامك لو سمحت، عندي ختام. ممكن المدرب الثاني مو عارف شو اللي راح يعمل المدرب الاخر، فبالتالي ممكن يغير بالشوط. اوكي ختام كابتن احمد. لا قبل الختام تفضل. بس ختام يعني انا ما فهمتش الرد، تقصد ايه كابتن؟ شلون ما فهمت؟ يعني بيقولوا الشوط الاول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط المدربين. هل الشوط الاول ممنوع المدرب يتدخل؟ ممكن انا فاجئك، انا مدرب وانت مدرب. أيوه. ممكن انا فاجئك بشغله داخل الملعب في بدايه المباراه. طبعا ممكن تتدخل اول ربع ساعه عليك. اذا ما في ممكن شك تتدخل. بس هذه كلمه انه ممكن شوط المدربين يعني يقرا الفريق الثاني يقرا الفريق الثاني. لا انا ممكن اقرا الكلام ده بعد ربع ساعه غير المعطيات ماشي. اللي في دماغي والتصور الاقي فكره أوكي. تانية خالص. واسال الكابتن محمد ابراهيم ياما بعد 10 دقائق من بدايه الماتشات لا حزمه مختلفه لحنة. سواء حاله لاعبين او منافس، وبالتالي ما ينفعش يتقال الشوط الاول شوط اللاعبين. تشوف هذا المصطلح خطا جدا وما ينفعش نمشي وراء، ولازم ناس تتدخل عشان تصحح الحاجات دي. تمام. بس مش اكتر. كابتن احمد طيب شرفتنا ومره اخرى انت رجل احنا انا قلتها لك تحت الهواء اقولها على الهواء، الاحترام والتقدير للجميع لكن المحبه لناس معينين وانت تستاهل الحب. فشكرا لك على وجودك معنا وقبولك الدعوه. أشكرك. وشكرا لابونا واخونا الكبير. بس الشيء الجميل في الزمن الرياضي المحبط اسامه اسامه سؤال راعي المطعم. اسامه سؤال راعي المطعم قايل السمك سلامي ولا مو سلامي؟ وين الواحد يعطي مجال للتغيير؟ وين السمك؟ شكرا مره اخرى ابو يوسف على وجودك معنا، شرفتنا وقبولك الدعوه. اخرناك في هذا الوقت لكن شكرا مره اخرى. لو سمحت ابو سلمان تفضل، هذا اهداء بسيط من برنامج بين شوطين. ابو علي لو سمحت تقدم باسم برنامج بين شوطين لابو يوسف. انا اعطني لابو يوسف تفضل. احنا نوقف كلنا لو سمحت كلنا نوقف لو استكرمت للكابتن ابو يوسف تفضل. ابو علي انت تصور بروحك؟ لا مع حق ابو يوسف. حق ابو يوسف. حق ابو يوسف. حق ابو يوسف تفضل. يا ابو يستاهل ابو علي يستاهل يستاهل. جنرال لو سمحت. لا لا ابو سالم اكبر. ابو سالم مشكور باسم البرنامج بين شوطين للكابتن احمد طيب. حبيبي كابتن احمد تشرف تشرف. استاذ بارك الله فيك. تصوني ابو سالم. شكرا. ابي اشكر الجميع على التواصل، سامحونا على القصور. ابي اشكر الاخوان اللي تعاونوا ويانا في هذه الحلقه فندق الجميره. ابي اشكر طبعا اخونا المدير ياسر عبد النبي على كل التسهيلات، وايضا سفريات الهادي شكرا على تواصلهم. شكرا للجميع على التواصل. أنا سفريات أبو هادي. سفريات أبو هادي. أشكر الجميع على التواصل، سامحونا على القصور، وإن شاء الله حلقات أخرى تجمعنا في بين الشوطين مع نجوم كثر. إلى اللقاء. طبعا ضيفنا وضيف الكويت المعلق المحبوب أحمد الطيب على طول من وصل يبنى المباركية، واللي الكويت ما زال المباركية كنا مزاير الكويت، عاش زفر مثل ما يقولون وهو ابن السويس. خلينا نشوف هذه الأجواء الجميلة مع كوكبة نجوم الكرة الكويتية مع ضيافة أحمد الطيب. مساك الله بخير عمي. الله بخير ابو. انت لك مقوله شهيره ان احمد الطيب ساهم بصراحه يعني بالاداء من خلال تعليقه على الدوري القطري، وكان هو احمد الطيب ضيفنا اليوم بالكويت.
والله طبعا الاخ احمد طيب انا التقيت معه اكثر من مره، ومعلق قدير وانسان نكهه طيبه ويستاهل طبعا تلفزيون قطر الحقيقه اللي كان يحمل اسم الطيب، والطيب اسم طيب على اسمه. اليوم تلتقي في هذا المكان صراحة زاد نوره بوجود أبو يوسف أستاذ أحمد. والله هي المكان ككل عظيم، تواجد طبعا كابتن خالد في ظروف فيها الجمع الكبير، تاريخ الكويت كله موجود معنا هنا على مستوى اللعب على مستوى التدريب، الناس كلها سعيدة وفرحانة. تواجد الكابتن خالد طبعا أكيد شرف لينا عموما ولينا تحديدا، وربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر، علم واسم كبير وتاريخ كبير وإرث عظيم الحقيقة، سايبه لكل عمالي كل شوية ياخد منه حتة من هنا وحتة من هنا، وده الحقيقة بيعتبر شرف لينا كلنا، وربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر. وسعود شد جايب صبيطك إنه للحين مو مشوي. أول شيء مساك الله بالخير، طبعا الجمعة الطيبة هذه يبي لها سمك طيب. إذا جفا هذا انتم تسالون هالمره انا بسالكم. اي هذا تسخين، هذا ما شاء الله خوش يمعه، وجود الكباتن من السبعينات للتسعينات ما شاء الله، و لا اسمع عندنا ستينات سبعينات كرم سبعينات تقريبا. لا ستينات، لا والله جمعة حلوة ولطيفة، وغيرنا شوية أجواء الاستديو بهالمطعم الجميل وهالمنطقة الجميلة، بحضور قمم، ها قمم موجودين معنا، قمم وقامات رياضية كبيرة. عسى الله نشوف حلقة اليوم مميزة مع أخوي أبو شهد. ها أبو شهد. أي أبو شهد، والله مثل ما قال محمد يعني نتمنى إن شاء الله أن هالجمعة هذا تستمر دائما، برنامج دون برنامج، قاعد مع أساطير وقمم فشيء، والأجواء حلوة، فنتمنى ان شاء الله الكل يشاركنا بالحلقه ويستمتعون ان شاء الله الجماهير باذن الله. يعني هالقعده هذه مقصوده المدرب ومساعده ولا جت صدفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء جمعه مبروكه بحضور الاخوان ابو يوسف واحمد الطيب ومع الكادر الفني والاخوان المحللين في بين الشوطين، ابداع اخو يعني قبل لا يكون مساعد. يعني صدفه قعدتم هذا؟ والله ربا صدفة خير من ألف ميعاد، صدقنا جاي بشارة واحدة بس قول صدفة. طبيعة فلا خير فيه خل يجي. صايد سبيطي من قبل أبو علي؟ لا والله ما سبيطي، ما لا لا حديك أنت حديك بس ما نصيب. إي والله حداك سيب ولا غبة على قولتك؟ لا والله غبة كنت أروح. إي والله أنا أي سمكة مطبوخة صح أكلها لأن أحب السمك. نقول أهلا وسهلا الكابتن الكبير أحمد طيب أبو محمد، ونقول نورت الديرة ونورت بلدك الثاني الكويت، وإحنا نتشرف نكون وياك في هالأمسية إن شاء الله، وهذا قليل في شأنك، وإحنا نتشرف نكون قاعدين وياك ونتشرف نتعلم منك، لأنه هو أسطورة التعليق، وأنا واحد من الناس أستمتع وأتمتع بهذا الشخص حين يعلق، يكون مدرب ومعلق وجهاز فني وإداري في نفس الوقت، أنا أستفيد منه في تعليقه، وكنت أتمنى كل المباريات الكبيرة يكون أحمد الطيب أبو محمد هو المعلق فيها. ويلقاه من بعد الموت تتب الجفاء. رايك بالجمع ما شاء الله اليوم، يعني نجوم الكره الكويتيه على عصور مدى عصور ما شاء الله، عهد السبعينات الثمانينات ما شاء الله التسعينات، والله تحزدوا في اللمه الحلوه، ربنا يحفظهم ويحميهم، ودي نقطه مهمه ومطلوبه الاجيال المتعاقبه، استرجاع الذكريات الجميله، الصحبه، الاجواء الجميله اللي احنا فيها هنا الحقيقه، الجو جميل الحياه والمناخ نفسه، حتى ظاهره صحيه، الناس اللي ماشيه كلهم بيتذكروا نجومهم القدامى والروح الجميله والود اللي موجود، اعتقد خطوه جميله وتحسب لصاحب الفكره، اكيد بين الشوطين اللي دور رئيسي. والله هو شيء سعداء احنا ان نتجمع في يعني مناسبه مثل هذه، خصوصا اذا يعني شفنا اخواننا الكبار، ما ابي اكبرهم زياده يعني، لكن الاجواء طيبه، موجودين في سوق المباركية، ولله الحمد يعني سعداء أن نكون متواجدين مع بعض يعني.
هذا يعني فضل رب العالمين وخير وزارة الإعلام. وأنا أبلغكم تحيات معالي الوزير الشيخ سلمان الحمود صباح، وأبلغكم تحيات السيد طارق المزرم وكيل وزارة الإعلام، مفروض يكون ويانا اليوم بس عنده حفل افتتاح وتأخر. سيد يوسف مصطفى عنده بعد شغل مفروض يكون ويانا، لكن قدر الله ما شاء فعل. أنا مستانس بهالوجية الطيبة بحضور كابتن أحمد يعني، وهذه جمعة طيبة، وإن شاء الله نكون يعني ما قصرنا معاكم شيء، جمعنا هالوجية الطيبة بين الشوطين ما قصر. الدنيا إذا لم يكن بها